صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صباح اليوم. بكل ليله اربعه هيك بكون عم حضر شو بدي اقول بهذا النهار. امبارح كنت هيك عم فكر عبالي بلش هذا النهار بلا دراما بلا ازمات بلا عبالي احكي هيك شيء عن شغله واحده ايجابيه عم بتصير حوالينا، بس هوبليس كيس ما لقيت شيء ثاني. الحل الوحيد يمكن احنا نسكت وفيروز تغني، لانه هذا الشيء الوحيد الايجابي اللي بعده قائم حوالينا. بكل الاحوال واضح انه باللي نحن عايشين فيه عم نغرق نزول وما في غطاسين يشيلونا. على سيرة الغطاسين بدي خبر هيك عن حادثة صغيرة صارت معي امبارح، مش حادثة هي يعني خبرية، بس هيك يعني لنشوف نحن وين بعدنا علقانين او بالاحرى كلبنانيين وين بعدها واقفة في الحياة فينا. امبارح هيك كنا نهار العطلة قررت انزل على البحر ودع فصل الصيف، لقيت هيك الطقس مشمس وهيك بعملها هيك توتشل بنهار هيك ما عندي فيه شغل، الاولاد بالمدرسة والحياة سو فار بعدها رواق. نزلت على البحر كنت قاعدة، كان في مجموعة هيك من الناس كمان حوالي موجودين، وفجأة بتطلع بالماي بلاقي انه في عناصر للجيش اللبناني بالماي، حد صخرة الروشة تحديدا، وعم يطلبوا من الناس اللي عم يسبحوا يطلعوا من الماي، اكيد مش انا منهم لانه انا حدا كثير بيبرد. بلشنا الخبرية نستفسر عن الموضوع، وفجأة عم نشوف هلا هيك الفيديوز على السكرين، الغطاسين كانوا بالماي عم يمشوا، في هيك اشياء لونها ابيض بالماي، مثل ما عم نشوف هذا الفيديو، فجأة بوم، شو هذا الشيء؟ عم بفجروا قذائف موجودة بالماي. هذه القذائف من اي متى؟ من الحرب العالمية الأولى 1914. تخيلوا انه نحن كلبنانيين يعني عن جد شيء كثير مضحك. اول شيء الناس اللي حوالينا على البحر، في ناس خافوا، في ناس توتروا، طلعوا المي، طلعوا الناس من البحر، يعني خليني اقول تحسبا واحتياطا هو الشيء اللي كثير ايجابي. بس اللي بدي اقوله بس من وراء هيدي الخبريه انه تخيلوا نحن بعدنا بهيدي المرحله بال 2021 عم نعالج ازمات من 1914، عم تتخيلوا ازماتنا هلا قديش بدنا لنحلها؟ على كل حال لحتى ما ننزع نهارنا بهذا النوع من الخبريات، بس تقول هيك يعني انه عن جد نحن بدنا كثير وقت لنعالج القصص بالوقت اللي المسؤولين عنا مش فارقه معهم، ماخذين وقتهم، عايشين على مهلهم، ما بيتعبوا، ما بيزهقوا من المشاكل، ما بيحضروا تلفزيون، ما بيقروا اخبار، ما بيشوفوا الناس شو عم بيصير معها بالشارع. كرمال هيك خلينا نبلش بشيء بيطلعنا من هذا المزاج ونرجع للابراج مع جمانة وهبي. خير، واليوم 11 نوفمبر 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، تبدو متحمس على البدء بوظيفة جديدة أو للانتقال باتجاه منصب جديد كنت عم تستناه من وقت طويل، والأجواء تبدو مشجعة للتقدم بشغلك والتفرغ لأعمالك الخاصة، بالإضافة لرغبة بالسفر تبدو مهتم بإتمامها. عاطفيا عم بيسيطر عليك شعور بعدم الرضا عن وضعك العاطفي، ولكنك مجبر على التماشي مع الوضع حالي بهدف الوصول لتوازن حقيقي مع الشريك يضمن لك استقرار أقوى بعلاقتك معه. مولود برج الثور، إشكالات مهنية عابرة ممكن تحصل فجأة وتكون سبب بتأخيرك عن إنجاز بعض الأعمال المتفق عليها ما بينك وبين محيط عمل كنت عم بتخطط للتعاون معه بشكل رسمي. عاطفيا، فرص التقرب من شريكك العاطفي تبدو واعدة، ومن المحتمل هيدي الخطوة تغير لك نظرتك عن بعض المواقف والتصرفات السابقة يلي صدرت منه عن غير قصد. مولود برج الجوزاء، اعتمادك على المعارف أو المقربين بتحسين وضعك المهني ممكن يأخرك أكثر، ونصيحتنا لك تبدأ بتسويق نفسك بدون ما تتكل على حدا، وخصوصا أنه الفلك عم يتحدث عن إنجاز قانوني وبداية مهنية جديدة، فاستغل الأمر. عاطفيا، تبدو متسامح جدا مع الشريك ورح تنجح بالتحكم بمعظم مشاكلك معه ولو على حساب كبريائك أو مشاعرك، بالإضافة لقرار بالسفر تبدو مستعجل على تنفيذه. مولود برج السرطان، كل شيء حواليك عم يتغير على الصعيد المهني، وخصوصا انه نظرتك للامور اصبحت اوسع من انك تبقى بمكانك الراهن، واصبحت انت بنفس الوقت جاهز لتكون على الطريق الصحيح فيما لو بادرت بخطوه اماميه. عاطفيا، عم بتحاول تخفي مشاعرك الحقيقيه عن الشريك، ولكن ما تبالغ برده فعلك، وخصوصا انه النتائج قد تكون معاكسه تماما لمشاعرك، وحاول تتعلم من اخطائك السابقة بعملية التعاطي معه.
مولود برج الأسد عم تسعى لتأسيس تفاهم مهني جديد عن طريق جهة داعمة إلك، ونصيحتنا تتابع بالأمور يلي عم بتخطط لها واستمر فيها للآخر طالما الهدف منها هو تحسين وضعك المهني والمالي بوقت واحد. عاطفيا احتمالات العودة للشريك تبدو متوفرة قدامك، وخصوصا عند المنفصلين أو المتخاصمين حتى لو كانت الخطوات بطيئة. وأما المرتبطين تبدو أجواء التواصل بيناتكم باردة حاليا. مولود العذراء، المراهنة على العمل الانفرادي يعتبر أمر سهل بالنسبة لك، ورح تترك عملية البدء بخطواته الأولى للتوقيت المناسب. ونصيحتنا لك تستمر بوظيفتك الحالية مهما كانت ظروفك القاسية فيها. عاطفيا حكم الأمر الواقع عم يفرض عليك الخضوع لرغبة الشريك والتعامل معها على أنها حالة ظرفية رح تتمكن من تجاوزها مع الوقت. مولود الميزان، رح تلاحظ تغيير إيجابي مرتبط بوضعك المالي بالإضافة لاهتمامك الواضح بتنشيط مشروع عمل مشترك ممكن يوفر لك فوائد مالية كبيرة على المدى البعيد، وخصوصا أن الأمر بيستحق منك التركيز على إجراءاته القانونية. عاطفيا عم تشهد علاقتك مع الشريك نوع من الاستقرار العاطفي وتبادل الاهتمام بين الطرفين، ولكن رح ينقصك الطريقة المناسبة بكيفية استغلال هيدا الوضع لصالحك بشكل أقوى. مولود برج العقرب، تبدو بحاجة للدخول بتجربة عمل مختلفة تماما عن نمط وظيفتك الحالية بسبب عدم رضاك عن الجو العام يلي عم بتعيشه مع بعض الزملاء في العمل. عاطفيا قراءتك لطبيعة الشريك وشخصيته رح تخليك تفكر بالجوانب المالية أكثر من أي شيء تاني، وتفكيرك هيدا رح ينعش علاقتك معه بشكل واضح. مولود برج القوس، الفرص تبدو متوفرة قدامك لتحقيق النتائج المهنية المطلوبة، وخصوصا إذا كنت عم تفكر بدمج عدة نشاطات ببعضها البعض بالإضافة لمكسب مالي محتمل تحصل عليه قريبا. عاطفيا خطوة نوعية مرتبطة بوضعك العاطفي رح توفر لك الظروف المناسبة لتهدئة الأجواء ما بينك وبين الشريك، ومن المحتمل هيدي الخطوة تساعدك على تغيير مسار علاقتك معه بشكل نهائي. مولود برج الجدي، انشغالك بوضعك المالي رح يساعدك على تجديد حياتك المهنية من خلال وظيفة جديدة بتتشابه مع أعمالك الأساسية، وقد تكون على صلة مباشرة بأشخاص من الخارج أو غرب عنك. عاطفيا عم بتواجه مواقف صعبة مع الشريك وتبدو غير قادر على تحمل حالات الأحباط يلي عم بيسبب لك إياها حتى لو كنت عم تجتهد على توفير الحلول المناسبة لخلافاتك معه. مولود برج الدلو، خياراتك المهنية تبدو ممتازة فيما لو توفرت لك الفرص المناسبة لترجمتها على أرض الواقع، والوقت أصبح مناسب للتغيير وللبدء بالأشياء الضرورية. عاطفيا ابتديت تستوعب حجم الانتكاسات يلي عم توقف بطريق استقرارك مع الشريك، وتبدو جاهز لتصحيح الوضع معه بمساعدة من شخص قريب من الطرفين. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، عزيز الحوت رح تلاقي السبب الأساسي اللي رح يخليك تفكر بتحويل انتباهك عن وظيفتك الحالية باتجاه قرارات جديدة مرتبطة ببعض الأعمال الحرة والقبول بمبدأ التغيير والتنوع المضمون. عاطفيا ظروف خارجة عن إرادتك وإرادة الشريك أصبحت عم تتحكم بمصير علاقتك معه، وعم تمنعك بنفس الوقت من التفكير بأي إجراء جديد ممكن يخفف من حجم الكيديات بينك وبينه. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون عن جد كتير حلو. باي باي. شكرا جمانة. بدنا نتابع على فقراتنا بصباح اليوم. امبارح هيك بلشنا نشوف طوابير سير وقدام محطات البنزين، ما بنعرف اذا في ازمه رح ترجع او هذا الموضوع صار ورانا. بكل الاحوال لنعرف اكثر عن وضع الطرقات معي من غرفه عمليات التحكم المروري بقوى الامن الداخلي المعاون الاول علي عديدي. صباح الخير. صباح الخير اليك ولجميع المشاهدين. يعطيك العافيه. شو وضع الطرقات اليوم؟ حركة المرور الصباحية اليوم كثيفة على المدخل الشمالي من الكازينو باتجاه جوني حتى صربة، من بعدها حركة تام ناشطة باتجاه نفع محل الكلب وصولا لحتى طبية، لترجع كثيفة من امتلاز باتجاه جل الدين. المدخل الجنوبي حركة تام ناشطة على اقتصاد الناعم باتجاه خلدي وكثيفة باتجاه انفاق المطار حتى بيروت، وناشطة على خط الاذاعي جناح. المدخل الشرقي حركة تام ناشطة من كواع عرية نزولا باتجاه الجمهور وصولا لحتى الصياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عندنا حركة سير كثيفة على جسر الكولا باتجاه سليم سليم الوسط التجاري، كورنيش المزرعة مار الياس حركة سير ناشطة، الواجهة البحرية لبيروت ما زالت حركة سير ناشطة. أحساء
الاطلاعات حوادث السير خلال فتره ال 24 ساعه واللي نتج عنها ادراج التدريب، سجل عنا حادثين نتج عنه للاسف قتيل وثلاث جرحى. مخالفات الرادار 552 مخالفه ضبط خلال فتره ال 24 ساعه الماضيه. بنذكر المواطنين بخط الساخن 1320 للاستفسار عن احوال الطرقات او متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادي ام سي لبنان تويتر او غرفه التحكم المروري فيسبوك. هيدا كل شيء عن حركه. شكرا كثير لك ويعطيكم العافيه. بننتقل هلا لفقره اسمع مني مع ديالا عيتاني. المعالجة النفسية ديالا عيتاني وأستاذة جامعية، طبعا صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ اليوم هيك بدنا نحكي عن موضوع كتير حلو. ليش هذا الموضوع كتير حلو؟ لأنه حاليا بظل هذا الشيء اللي عم نعيشه نحن، كل يوم ما بيمرق يوم إلا نسمع زعلانين مع بعض، مقتلين، تركت البيت، بدها تطلق، ما بقى فينا نعيش مع بعض. واضح انه الناس اصلا هيك شوي اعصابها تعبانه، وطريقه الحوار الناس بتحسيها هيك، خلينا نقول باللبناني روحها براس مناخيرها، فكله هيك بيطلع خلقه. اوقات هيك على الكلمه، ليه عم تقلي هيك؟ ليه عم تحكيني هيك؟ انت شو قصدك؟ بكل الاحوال عم نحكي هيك عن الاخطاء الشائعه بالعلاقه بين الزوجين او بطريقه الحكي بالعلاقه بين الزوجين، وتحديدا بهذه المرحله، خاصه انه الناس يعني هيك بتحسيها كثير مهزوزه، وهذا الشيء عم يعمل ازمات كثير. اليوم هيك في طريقه للحوار بشكل عام، وهلا نحن بهذه المرحله بدنا نبلش هيك نحكي عن مجموعه من النقاط. شو هي الاشياء اللي بتصير بالحوار اللي بتخلي المشكل كثير يكبر؟ وبتعرفي اهميه الحوار كثير من الكوبلز والشريكين ما عم بيعرفوا انه كثير مهم. اليوم هذا اللي بيخلق مشاكل على المدى البعيد، وفي هالحوار اذا ما كان بناء ودائما هيك في انتقادات ودائما كان سلبي بياثر كثير. يعني يا اما بيصيروا كل واحد بينتقل من مرحله بتحسيهم ما بقى في حوار ابدا، وهيدي نقطه كثير خطيره كمان للعلاقة. داخل قرار وتسكتي ما بدي احكي، وهذا كثير خلص وقت تعبي كل هول المشاعر، كل واحد عم بيكبر لحاله، العلاقه عم بتروح باتجاه مختلف. وفي اشخاص بتصير بتفور كثير، يعني بتصير طريقه الحديث كثير بتخلي العلاقه تتراجع وتدهور، وفي اشخاص بيوصلوا خلص لفكره انه ما بقى قادرين يكفوا سوا. فاذا عن جد انتبهوا لبعض الامور الصغيره، الاخطاء اللي واحد بيعملها لا شعوريا، مثلا وحده منهم اذا لقينا توقيت يعني التوقيت المحادثة، إذا واحد معصب أوريدي أو واحد أوريدي تعبان أو نهاره كان متعب، دغري عندك ليفل الهرمون الستريس الكورتيزول عالي، فواحد ما رح يعرف كثير ينتبه على الامور اللي هو عم بيحكيها، وبالطريقه معقوله كثير يفور بسرعه والمشكل ياخذ اكبر من حجمه. طيب ديالا انه الصبح بنكون فايقين، مزبوط، الظهر جايين من الشغل تعبانين، وقبل ما ننام قبل العشيه منا حلوه، طيب انه اي وقت بدنا نقاتل؟ نقي طريقه ونقول انه احنا اليوم بدنا نعبر وبدنا نوصل لهدف. يعني كثير ناس بيقولوا انا خلص بدي اعمل مشكل وما بقى قادر، بس في هدف للحوار بعدين، انه نحن بدنا نلاقي حل. كتير مهم انه الشريكين ضد المشكل، مش الشريك ضد الاول. ومهم كمان انه واحد بده يعبر عن رأيه والتاني يسمع. يعني عن جد في شيء اسمه فن الاصغاء، اليوم ما بنسمع لعن جد نفهم، عم نسمع لانه هيك بتحسيهم ناطرين ليجاوبوا، عم بيسمعوا لانه بدهم يدافعوا، بينما عن جد التعبير عن المشاعر بدها وقت وبدها جهد وبدها شغل بالعلاقه. طيب يعني مرحلة اولى بدنا نلاقي توقيت كثير منيح لنقدر نفتح حديث، وبدنا نفكر انه نسمع منيح. نسمع منيح كيف؟ يعني ما بنحمل تليفون، بنركز مع الشخص الثاني. اكزاكتلي، هي اول شغله نسمع. يكون عن جد في الاي كونتاكت. يعني بتلاقي كثير ناس اوكي خلص سامعك مثلا هو على التليفون، او سامعتك وعم بعمل كذا شغله ثانيه، او سامع وبالي بكثير اشياء عم فكر باللي بكره بدي اعمله او اللي امبارح عملته. هيدا ما بيكون استماع عن جد، والاستماع بيكون استماع المشاعر. يعني كمان شو الهدف من الحديث؟ انه تاني يفهم شو عم بيحس الشخص الاخر، انه نعبر عن المشاعر، مش الهدف انه خلص انا حطيت شغله وانا خبرتك شغله سلبيه فيك. اللي بتجيبنا كمان لنقطة تانية، اليوم وقتها نحكي كتير أمرار بتحس الانتقاد قوي، يعني بتشوف الكابلز مثل بيمبون، أنت عملت هيك، لا أنا عملت هيك، الحق عليك، لا الحق علي، ما بيوصلوا لنتيجة، بيصير واحد عم يعطي ما بتفهم علي، ما بتعرفي بهيدي الشغلة. باي ذا واي، عادة يعني أنا ماني حدا على فكرة، يعني من هول الناس لأنه لا أنا ما بدافع إلا عن السيدات، لا، ولكن أوقات كمان الرجال عندهم طريقة هيدي أنه إيه لا إيه عم بسمع معك. ما بعرف اذا هي الضغوطات اليوميه او هذا الشيء اللي عم نعيشه اليوم ديالا بخلي دائما الرجال بشكل عام يتزرعوا بفهم نحن عندنا مسؤوليات، عندنا ضغوطات، عندنا هموم، عندنا هواجس، انتم ما عندكم اياها. هذا
الشيء منه كثير يعني اكليبري، يمكن انت هواسك بتروح بغير اطار، بتروح بغير محل، هن اصلا هو بيكون مش مذكرهم او مش منتبهرهم مرتبطين بالعائله او البيت او بشيء ثاني. بس بتعرفي شو بيكون عم بيعمل بهالطريقه؟ بيكون عم بخفف من مشاعر الاخر، يعني اليوم اذا هي حاولت تعبر عن مشاعرها وهو عنده غير انواع ضغوطات وقال لها مثلا ما بدها هالقد، هالكلمه بتجنن الشخص، انه انت ما عم تسمع لمشاعري. فكل شخص عنده يعني عنده رغبات بالعلاقه، بعدين الرجل مزبوط ما بيحكي ليعبر عن مشاعر، بنسميها انه هي ريبورتس اكثر، بينما المراه بحاجه حدا يسمعها بس ليسمعها ليفهم لها مشاعرها، مش ليخفف من مشاعرها او يقول لها انت ما عندك هالمشاكل او شو بدك اكثر. هون كمان نقطه كثير مهمه الاستماع. في عندنا شغله كمان هلا كثير دارجه، خاصه انه في كثير ناس عم بيقضوا وقت على السوشيال ميديا، عم بيصير في مقارنه الشريكين، يعني شوف الكوبل تاني كثير حلو هذا الموضوع عم بيصير، وشوف مثلا انا كان فيني اكون مع هالشخص، هذا الشخص، فالشخص هذا شيء كثير مستفز. صح مزبوط مستفز، لانه كمان مزبوط يمكن واحد يكون عم يجرب يعبر عن مشاعره انه انا هيك بحاجه، بس الشخص الثاني شو بيسمع؟ بيستعمل بيسمع انه انا ماني منيح، انا ماني، هيدي ناقصه من حياتنا. مزبوط، ودغري بيصير واحد مثل بيعصب دفاعا، بيصير كثير اجريسيف، بيصير كثير، حتى يمكن هذه من اكثر الاشياء اللي بتستفز، بتصير تحس الشخص بيصير عدائي، انه ما تقارنيني بحدا، ما تقولي لي هيك. انا هون بدي اقول على الهامش عن جد انه اوقات الصوره اللي بنشوفها على السوشيال ميديا مش انه انا عم نظر، منا هي مزبوط. بتصور الفاكت اللي عايشين فيه الناس جوا البيوت، يمكن عندهم نفس المشاكل ونفس الهواجس، وبتعرف وقت تصير هيك تظهري بالمجتمع وتحتكي بالناس اوقات عن جد بتنصدمي، بتنصدمي انه هيدي الصور الهيك لا لا ما بتشبه واقع ثاني مختلف كليا عنا. فهون وقت نحن ناخذها ونقارن، عم نكون اول شيء عم نقارن صوره، ما عم نقارن واقع، وبعدين ما بتفيد هالمقارنه لانه الشخص الثاني ما عم بيسمعنا، يعني نحن شو الهدف؟ نعبر عن مشاعرنا، ما عم بيسمع، عم بيفكر حاله هو اقل. كمان نقطة مهمة كتير بنلاحظها هلا بالكوبل، بيجوا مثلا بالحوار بيجيبوا كل مشاكل الماضي على الطاولة، اوكي؟ أو بنستعمل كلمات بنسميها كتير بالكوجنيتيف سايكولوجي، هول الكلمات اللي يا كل شيء يا ماشي، يعني أنت دائما ما بتسمعني، أو أنت دائما منك موجودة، أو ولا مرة حسيت هيك، فهول الكلمات الإكستريم كمان بتخلق مشكل، ليه؟ لأنه العقل بتوقف عنده، سو بدل ما تصيري عن جد واحد عم بيسمع معاناة الشخص الثاني بيوقف عن جد ولا مرة، وخلص ما بقعد بيسمع البارت الثاني، بصير عم بيسمع إنه معقول ولا مرة أو أنا دائما، وبصير بده يبرر بصير تكبر المشكل كمان. صح، بصير كمان مثل العدوانية، بده يبرر إنه مش مزبوط هذه الكلمة هون موجودة، يعني كمان بطل فيها الحوار لحتى واحد يبني، وبتحسيهم خلص كبرت المشكلة وآخر شيء ما وصلوا لحل، إنه كل واحد انا ما بقى بدي كفي بهالحوار، وصار في سايلنت تريتمنت يلي هو كل واحد بيمشي لحاله وانا ما بقى بدي احكي، واكيد سببت مشاكل اكثر لانه كل المشاكل والمشاعر صارت هيك حابسينا جوا وما عبرنا عنها، بدها تاثر على العلاقه. طب لما نكون هيك مضغوطين، يعني انت برايك الافضل ليش نحكي مع الشريك ولا نحكي مع حدا من العائله؟ اوقات نحن وقت نكون كثير معصبين من حدا، لسه اذا انا عصبت من زوجي بيجي على اوقات دق لامه قال انا معصبه من امك لانه 1 2 3، او فينا نخبر لحدا من اصدقائنا سو بيتدخلوا معه مثلا بيعملوا له محاضره، وهذا الشيء اوقات بدل ما يكون رايح على شيء بوزيتيف بنروح على غير محل. مزبوط. وبياخذوها كمان مش قصه تعبير، بياخذوها انه انتم عم بتدخلوا ناس بحياتنا الشخصيه، انه صارت كل عم بيتدخل وبطلت العلاقه لنا، وكمان بيخلق مشاكل زياده، عم بياخذها الشخص اتهام، بياخذها الشخص اقل، انه هو هن اثنين ما قدروا يعالجوا المشاكل. هلا كثير امرار بحاجه يدخلوا مثلا مرشد او كابل كونسلر، لانه بتوصل الامور انه بدهم هول المساعدات وبدهم عن جد يطوروا، المهم يكون في هدف البناء وهدف انه بدهم يوصلوا لحل، ويرجعوا دائما يتذكروا انه هن ما الهدف انه واحد يذكر الثاني بسيئاته كل الوقت، ولا هدف انه واحد يحسسه انه هو منه شخص منيح، بالعكس الهدف انه يسمعوا لبعض لحتى اذا اثنيناتهم بدهم يشتغلوا على علاقه يقدروا يكفوا بالطريق الصحيح. قد ايه هيك التعابير بالوجه او اللغه اللي بنستعملها نحن هيك بالحوار كمان بتاثر على بهذا النوع من المشاكل؟ كثير النون فيربال كوميونيكيشن مهمه، يعني وحده منهم مثلا بتحسيهم كثير هيك عاملين البودي لانجوج مسكرين على حالهم او عم بيجقروا الشخص الثاني، ومثل كانه انا اوكي بدي اسمعك بس ما مصدقك، هون الشخص خلص ببطل يعبر، بحس انه ما في فايده، وكثير صعبه انه واحد يبلش حوار وحاسس انه ما في فايده من الحوار، يعني خلص مثل كانه طريق مسدود. شغله ثانيه الصوت، يعني كمان اليوم امرار اذا الصوت كان كثير عالي ببطل الشخص الثاني بيسمع المضمون،
ببطل صحيح. بيسمع معاناة، بصير بيفكر انه انا لازم عيط اكثر او انا بعيط اكثر من الثاني. في منهم بيعلى الصوت كثير لدرجه انه بصير كثير المحل توكسيك، بصير بياثر سلبي كثير، وبالتالي ببطلوا بيلاقوا حل. او في منهم حدا بيعلى كثير ثاني بيهرب، فكمان الدينايل الهروب كمان عم بيكون كثير عم بيأثر سلبي على الحوار وما عم بيقدم نتيجة. ما عم بيقدروا يتذكروا انه بالعلاقة فيها جهد، فيها استماع للشخص الثاني، ودائما انا بقولها 1+1 بالعلاقة يعني 3. يعني بدنا نشتغل على انه اول شخص يكون مرتاح والثاني يكون مرتاح، وبدنا نشتغل على علاقة كلياتها تكون صحيحة، ومنهم طريقة الحوار وطريقة التعبير وعدم هيك يعني استعمال الطرق السلبية بالحوار اللي هي ما بتوصل لنتيجة. بكل احوال ديالا يمكن هيك الضغوطات شوي بهيدي المرحلة ما كثير عم بتساعد، وكرمال هيك للأسف عم نسمع كثير عن ناس تركوا، عن ناس عم يتطلقوا وعم ينفصلوا، والاسباب بتحسي ما بيكون في مشكل جوهري على قد ما هو مساله كوميونيكيشن، يعني ما عم نقدر نتواصل مع بعض بالطريقه الصح. اوقات كثير السيدات هن بحاجه لحدا يقول لها صباح الخير، بحبك، طالعه حلوه، انا فخور فيك، اي شيء نوع من المعنويات، يمكن عبطه يمكن كلمه حلوه. بالمقابل الرجال بحس حاله انه هو مضغوط، وكرمال هيك ما حدا لازم بالكوكب يحكي معه لانه هو مضغوط، مش يعني هو حدا مش منيح، يمكن هو حدا بهيدي المرحلة ما حاسس انه هذا الشيء من اولويات بالوقت اللي الشخص الثاني بتعني له. كثير حلو الموضوع، لازم دائما هيك نحكي عن هذه الاشياء، نحكي شوي عن الطرق الايجابية كمان عن الحب والتعبير، لانه مثل ما قلتي المشاكل كثير كثير كبيرة، بس خلص في اساليب واحد يقدر يعبر عنها ويعبر عن مشاعره، لانه اوقات هيك بحركات كثير صغار فيك تعوضي بطريقة، وبتقدري تاخذي الشريك بطريقة بمحل ثاني كمان يرجع يتعاطى معك بنفس الايجابية اللي انت عم تقابليها. اذا اثنيناتهم عندهم رغبة وبدهم يحطوا الافورت اكيد. ديالا شكرا كثير على المعلومات اللي عن جد كثير مهمه، والناس عن جد ضروري تسمعها لانه بتفيد بكثير من المحلات، واكيد نحن بنلتقى الاسبوع الجاي بمواضيع جديده. بننتقل هلا لفقره فيت بيت مع مايا زيدان. صباح النشاط لكل المشاهدين اللي عم بيكونوا حاضرين معنا وجاهزين ليتمرنوا من البيت. رح كون عم بشتغل اليوم أنا وياكم على عضلة المعدة، ورح نركز أكثر على اللور أبس. رح بلش بالتمرين الأول، حبلش دايماً مثل العادة ببلش من الهين للأصعب أصعب. رح حط إجري على إجري بهالشكل، ورح أطلع بإجري على الصدر، 2 3 4 5 6 8 9 10. اكيد بنبدل الاجرين، بنحاول دائما انه الاجر تجي لعنا، بنثبت الظهر، 4 5 6 7 8 9 اخر مره 10. ريح شوي، ريح ظهري، 10 seconds break قبل ما انتقل للتمرين الثاني. رح يكون ميني ثراستر، يعني نعمل كروس بهالشكل، رح يكون عم نطلع up 1 2، عم بطلع من الورك لفوق، 5 6 7 8 9 10. بريح، باخد نفس، بنتقل للتمرين الثالث. رح كون عم بشتغل فول ثراستر هالمرة، رح كون عم بطلع بإجري ستريت، بكون عم شغل اجري فوق، 1 2 3 4، وانا وياكم شوي شوي رح ننزل شوي شوي، and hold 2 3 4 5 6 7 8، وبريح. نفس، رح نعيد هيدا التمرين 3 مرات. كمان باخد من الارض بوش، وبطلع اجرين ستريت، اجري
لتحت، واحد، اثنين، شوي شوي، ثلاثة، أربعة، بنزل شوي شوي، كنترول، قبل ما أوصل على الأرض، هولد، اثنين، سبعة، ثمانية، تسعة، وبريح. ريح شوي، ظهري على الأرض، آخر مرة رح نشتغل بوش لفوق مثل العادة، هولد مرة، إذا بدي فيني يكون عم بنزل أكتر، اثنين، ثلاثة، أربعة، خلينا هولد شوي شوي شوي، رح أنزل هولد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، شوي شوي عم بنزل، عشرة. ناخد إجري لعندي، إجر إجر، بريح ظهري، نفس، سويتش سايدز، إجر الثانية، بطلع شوي شوي، نفس، اكسهيل اوت. هيك بنكون خلصنا اول جوله من هيدي التمارين. فيكم تكونوا عم تشتغلوا اكيد ثلاث جولات، اذا كنتوا بعدكم مبلشين فيكم تكتفوا بجولتين بس وتزيدوهن مع الوقت. بدي اتمنى لكم نهار حلو، رح شوفكم انا بتمارين جديده اكيد بكره، فانطروني. رجعنا لنتابع فقراتنا من صباح اليوم، وهلا منروح لفقرة على الموضة مع شانتال أزة. بلشنا، طلعنا بالبامبر. موجود شانتال، هو هيك موجود. شانتال بامبر، كيفك؟ منيحة. كيف؟ اليوم عن شو بدنا نحكي؟ اليوم بدنا نحكي عن الأكسسوارز. أوكي. قبل ما نبلش نحكي عن الأكسسوارز الدارجة هالسنة، لأنه ريف دارج قصص هيك شوي غريبة بال 2022 بموضوع الأكسسوارز، لأنه عطول بسمع أغلبية الأوقات الستايلستس أو الأشخاص بيبقوا جولري ديزاينرز أو بيعملوا أكسسوارز، عطول بيقولوا أنه كتير مهم وكتير ضروري أنه عطول نكون حاطين أكسسوارز وبيصروا على هالموضوع. أنا بالنسبة لإلي لا، في شخص يكون بيحب وفي شخص يكون مش ضروري، يكون مش ضروري تحطه، يعني منه شيء الزامي. المينيمال ستايل هو كمان نوع من الستايلز، يعني انا من الاشخاص اللي ما بحب حط ابدا اكسسوارز، بحب البس اشياء كثير سامبل، وهذا هيك حلو في واحد بيكون هيك كثير اليجنت ومرتب كمان هيك، يعني ما ضروري يعجقها. ايه يعني صح. فيكي انت تكوني بتحبي تحطي اكسسوارز ناعمين، فيكي تكوني بتحبي تقوي، فيكي ما تحطي بالمره، يعني ما انه شيء الزامي باللبس او بالموضه انه على طول نحن بدنا نحط حلق وكوليه وبريسلت. في نوع ستيل مينيمال للاشخاص اللي ما بتحب تحط، يعني ما انه شيء ضروري او الزامي على طول انتم تكونوا من الاشخاص اللي بتزيدون. هلا اكيد اتليفيتس ستايل بحسن، خاصه بالنسبه لي اذا كان بيلت مثلا او كلتش او ساك، هذا النوع الاكسسوارز ايه بحلل. حلوين. ايه بس انه كثره العجقه مش ضروري، يعني هذا الشيء بيرجع لكل شخص وستيله. صح، وذوقه. رح نبلش هيك نشوف شوي شو دارج هالسنه، من باجز لسان جلاسز لهات بيسز، نشوف شو هي الترندز هالموسم، موسم الشتاء اللي رح نبلش نشوفها. اول شغله دارجه كثير هي السستينبل ستايل. مرة عملنا فكرة لحالة حكينا عن هالموضوع، يعني هو الديزاينرز اللي عم بيكون عندها تشالنج زايد انه تقدر تصمم من اشياء ريسايكلبل، يعني تما تأذي الطبيعة، يا تكون هي بايودجريدبل يعني بتتلف بسهولة بالطبيعة، يا بيستعملوا البلاستيك وبيرجع بيصمموا منها قطع جديدة. من أكثر الديزاينرز عادة بتشتغل على هالموضوع هو ستيلا ماكارتني، اللي عادة تعمل براند لسبار أكتيف وير، براند تياب على طول سستينبل. يعني هذا الشيء صار كثير دارج هلا آخر سنتين ريف، يعني حتى هلا مثلا بدبي في براند من الكوتونتيج عم بيعملوا شوز سنيكرز، يعني ما بتتوقعي مثلا سنيكرز ما حتى بس تطلع فيه ما بتتوقعي انه هذا ريسايكلد. من الاشياء اللي كثير هلا بالموضه بارزه ودارجه كثير على الرانويز، والعالم خاصه الاوروبيه بحبوها كثير وعم بيركزوا على هذا الموضوع.
تاني شغلة رح نحكي عنها لليوم، تاني ترند هو التوت باج. التوت باج دارج كتير هالسنة ودارج على قماش، وحتى انه يكون ملبوس ككلتش لو كان بحجم كبير. لو كان كبير ايه صح، يعني مثل ما عم تشوفوا هون بالصوره الباترن ماسكه التوت باج اللي بحجم كبير ككلتش، يعني هو كثير عملي كمان يعني للاشخاص اللي عاده مثلي. انا حدا بحب الجدادين الكبار لانه هو عباره عن سوبر ماركت متنقل، يعني بتفتشي على الشغله ربع ساعه تلاقيها. بكون عندي كثير قصص بدك تاخذيها معك كل النهار. هو عملي كثير للسيدات يعني بايامهم العاديه اللي يكونوا حاملين ساك كبير، لانه على طول نحن عندنا اشياء كثير مهمه على طول ناخذها معنا كل النهار. التوت باج كثير دارج هالسنه لو كان كثير اوفر سايز، يعني عم تشوفيهم كانه شنط، يعني بتروحي كانه لميني فاكيشن، يعني دارجين. اتس ون اوف ذا ترندز هالموسم بالالوان الترابيه والالوان الفاتحه كثير. رح ننقل على الترند اللي بعده، الهيد بيسز اللي بتخبي كل الراس. كنا عم نحكي مع زينة هديك المره قديش دارج حتى بالهوديز، القبات العالية، كل شيء بتخبي فيه راسك كله اذا بدك دارج، يعني حتى بالاكسسوارز. بس مثلا انا هيدي القطعه مثلا انا كثير بحب هول الاشياء، بس انه هدول وين بدك تلبسيهم؟ 100% وين بدك تلبسيهم؟ انه اذا كنت معزومه على شيء جاتسبي غالا دينر مش في لبنان نحن ما بقى عنا هالاشياء. بس انه ايه هو اكثر لايفنتس يعني كثير غالا وكبار، بس كثير حلوين ايه كثير حلوين ريد كاربتس مثلا، او اذا في شيء كثير مهم انه نحن بايامنا العاديه اكيد ما رح نلبس هيك شيء. لا في اشخاص تبقى اوفر ستايلش مثلا بتحضر اعراس بهيك شيء، مش غلط يعني دارجين. بتعرفي انا يعني اذا بلاقي هذه المناسبه كثير على بالي مثلا حط هول القصص لهيك الهيد بيسز حلوين، بس انه اوقات عن جد مثل ما عم تقولي بدك تلاقي المحل الصح، يعني بالاخر فيك تكون رايحه على عشاء ما بتساعد، حتى على عرس يعني فيك تعمليها، بس كمان ما بتحمل كثير ما بعرف. مزبوط حسب يعني انت وين، بس تروح على العرس تلاقي حالك انت لحالك صح. مثلا فيت بمود لحالك، بس انه دارج هيدا الستايل التوينتيز اللي بذكرك شوي بالجاتس. نعم. ترند اللي بعده رح نحكي عنه اللي كثير عم نشوفه بجيفانشي بالنسياغا وبرادا، اول شيء هو السليبرز بتحس هيك الاجر بتغرق فيهم، يعني بيجوا شوي سبلاشت اللي شفناهم بييزيز وبكثير براندز، وعم نشوفهم ملبوسين بموسم الشتاء كمان، يعني عم يلبسوا مع الجلد مش انه مش كثير. هلا في هيك صندلات بس فرو صح، ما بعرف قديش هلا هلا، وكمان عم نشوفهم يعني هلا عم نشوفهم مثلا بباريس وهيك مع انه برد كثير وشتاء كثير ما بعرف كثير دارج الساندلز بالشتويه والبوتس بالصيفية كعينا شو بدنا نعمل ترند فصمنا جنينا بدلناهم دارجين كثير، يعني حتى مش انه مع سوكس بس، يعني البلاتفورم هيلز بتقولي انه دارج مع سوكس بس، هول السليبرز دارجين تلبسون لحال بلا كلسات بلا شيء مع ليذر لوك، يعني حتى هول بس حلوين باي ذا واي، يعني حلوين ستايلش صح. والسنيكرز اللي بيجوا كمان هيك كانه سبلاشت على الارض تحسيهم فيهم عرض زياده، والكعب هيك غريب كانه كثير روبوتك هالستيل، يعني شوي مقدم جاي كانه من 100 سنه لقدام. هول السنيكرز كثير دارجين هالسنه كمان. رح نكفي ونشوف الباكيت باجز. نعم الباكيت باجز كمان كثير دارجين، اللي بيجوا شوي اذا بدكم على شكل سله او مثل الباكيت، يعني هون حتى عم نشوفه شوي كرييتيف اكثر، في على باكت ورود شانيل منزلينا كمان كسله بيضاء، في عندك اللي بتجي مثل القش اللي درجت كثير بالصيفيه كثير صح. بالصيفيه كثير جبنا هول النس باكس اللي بيجوا شوي من قش، بعضهم دارجين بالشتاء، يعني دارجين تلبسون مع نت وير مع السوتس الكم طويل والاشياء الشتويه والكوتس، دارج تلبسوا هول الباكس القش اللي جبناهم بالصيف او حتى على جلد، يعني الباكت باكس من الترندز اللي بعدها مكفيه من الصيفيه معنا لهلا كترند. رح نكفي بعد ونشوف بقيه الترندز اللي جبناهم عن الرنوي لهالموسم الشتاء، هو هن البلاتفورم هيلز اللي عم ضل احكي عنهم اللي بيكون في كعب هيك عالي كثير من قدام، ورجع الصابوريف تذكري للصابور. عندي سكرجيني هيك بيتها من زمان، بس بدي اسالك عن جد شغله، دائما انا هيك بطرح حالي هذا السؤال، يعني انا مش من زمان كنت مسافره، هدول البوتس اللي كثير هيك كبار هلا دارجين كثير هيك سماك من تحت وهيك من قدام كثير صح. طب انه انا صرت بالاخر هيك عايشه هاجس انه اتس ماست هاف، انه كل تشوفي كل البراندز منزلينه، بس انا ماني مرتاحه فيه، ماني مرتاحه فيه، مش يعني انه ما بلاقي انه انا هيدا هيك بناسب ستيلي، ما بلاقيته انه انا بيتناسب مع تيابي، بس يعني اليوم هل كل شغله دارجه؟ ما عم نحكي نحن اذا بالتيابي بتلبق لنا او بتبقى لنا ولازم تكون عنا، طب اذا انا ما حسي انا بعرف لبقها صح، ما بعرف ما بتشبهني ما بتشبهني.
مش حتشبهني، شو وزي يعني ما بتشبه ستيلي صح يعني. اكيد لازم نحن نكون عندنا هو الاغراض او أكيد لا. أكيد او حتى لا. حتى لو عجزين كنت عم تحكي هدول عن البوكتس، يمكن انا اليوم بطريقه حياتي او بطريقه شغلي ما بيناسبني، ما بتلايمني احمل جزادين صغار، انا اوريدي معي كثير، خليني اسميهم كراكيب تحطهم بقلب هذا الجزدان. شو في يعمل الواحد يعني، كيف بده يكون على الموضه بس انه منه ملزم بكل الايتمز اللي دارجين؟ انت في عندك موضه وفي عندك ترندز، انت على طول على الموضه مثلا، مش ضروري تكوني على طول ترندي. يعني مثلا انا من الاشخاص بحياتي ما لحقت ترندز، انا على طول مثلا بضلك تشوفيني بالاسد وبالتيشيرت، عندي ستيل مونوتون على طول بلبسه، مش ضروري تكوني لاحقه ترندز. بس في اشخاص بتحب الترندز، بتحب هيدا الجنون والتعبير باللبس، ومرات ما بتلبق لكل الاشخاص. صح. ريف خاصه هالنوع الهيلز اللي عم نحكي عنهم، يعني البلاتفورم هيلز عاده الاشخاص اللي عندها عرض بالارداف او شوي مليانه بهالمنطقه مثلا ما بيلبق لها هالنوع من اللبس، هو اللي افضل يكونوا للاشخاص اللي انحف من بهالمنطقه تما تدبشهم. يعني ترندز كمان اشخاص بدها تلحقهم، بدها تكون تفهم بالموضه لتعرف شو بيلبق لها. بالنهايه اهم شيء انت تكوني مرتاحه مع حالك، يعني كرمال هيك عم تقولي اوقات بتعطي هيك يعني ايه، بيكون اوريدي الشوز او القطعه بتكون اوريدي هي هيك كثير كبيره، بتحسيها انه لا يعني انت بدك شيء يعطيك تبيني اكثر هيك تفاصيل انعم، بتعطي هيك نعوميه اكثر، بتعطي هيك ما بعرف الديتيلز تبعولها يعني بغيروا بال كل اللوك. كل ما هيك كل ما احكي عن ترند على طول بقول لمين بتلبق، لانه بخاف مرات مثلا بشوف كثير اشخاص بيلبسوا البلاتفورم هيلز الكعبه كثير عالي، بيبقوا هن ما كثير عندهم طول مثلا، كثير عنا اياها اوقات بتحسي اشخاص لبسين شغله ما بتلبق له. يعني اول كومنت بيكون عشان وبعتذر على التعبير انه ما بتطلعوا على المرايه قبل، انه اليوم لا فيها الشغله اوقات بدك تلبسي الشغله بتسالي حالك 100 سؤال انه طويله قصيره ناصحه ضعيفه، مش لانه يعني في رولز لازم نمشي عليهم، بس على الاقل شيء يكون بيتناسب مع الجسم بيلايم الشخص. اكيد هذا شيء كثير اساسي قبل ما تلبسوا حيلا ترند، كثير مهم تعرفوا شكل جسمكم وشو بيلبق لكم، ومنه شيء غلط يعني منه شيء غلط اذا انا ما بيلبق لي هالشغله، في كثير ترند صغيره بتحلينا اكثر وبتجاملنا. بقى كثير مهم ننتبه، هو الاشياء بتدرج وبتبطل درجة بعد شهرين. صح. يعني مش انه ضروري نحن نكون متابعينهم على طول. بعدنا عم نحكي عن الصندلات الصيفيه الملبوسه بالشتاء، كثير دارجين الساندلز اللي بينربطوا، وهذا هو الكعب اللي كنت عم بحكي عنه هلا مثلا العالي اللي دارج بالعرض، هذا مثلا ما بيلبق للاشخاص اللي كمان مليانه بمنطقه الارداف مثل ما كنت عم بحكي قبل، بير شيبد بوديز اللي عاده بيلبق لهم كثير اشياء اكثر منا كمان، لانه عندهم بيبقى كتف رفيع، بيلبق لهم يلبسوا كثير كروب توبس، بيلبق لهم يلبسوا ضيق من فوق، وبيلبق لهم الاي كوتس، يعني في اشياء زياده بتطلع لهم، كل واحد في عنده اشياء بتلبق له فيها. هو اللي كثير دارجين بموسم الشتاء لو انهم ساندلز صيفيات. شغله ثانيه دارجه السان جلاسز الروبوتيك اللي شفناهم كمان عند بالنسياغو، عم نشوفهم على الريد كاربتس عم يلبسون هيك شوي غريبين، بتحسون كمان سوبر مودرن بالستيل، وحتى عم نشوفهم بيجوا فرد زازه، يعني بيكونوا حتى بدون بالنص اللي نحن عاده بتكون رفيعه، لا عم بتكون فولي على الوجه، كثير دارجين هول السان جلاسز. رح نكفي بعد باخر ترند لليوم، ومن اجمل الترندز اللي دارجه هالسنه هن الباجز او الكلوتشز بيلبسوا كبريسلتس. حلوين كثير، حلوين هول مثلا اذا كنت يعني انا من كل اللي مروا اجمل ترند، هيدي اجمل شيء لإلي. اكزاكتلي هلا على طول بدنا ننتبه شغله، على طول ريف على الرانوي بتبقى الاشياء اكزاجريتد، بيزيدوها شوي، يعني نحن اكيد ما رح نلبسهم مثل ما عم نشوفهم هون، بس انت بتسحبي فكره الترند، بس على طول اكيد الديزاينر بيزيدها تيعمل شوي شوك على الرانوي، تيعمل هيدا البروباغندا يصوروا ويحكوا عن الموضوع، بس اكيد نحن ما بنلبسهم بنفس الطريقه اللي بنشوفهم فيها. بقى هو اللي كان هيك اذا بدك جوله صغيره على ترندز 2022. بالعكس شانتال، نحن دائما يعني هيك بهيدي الفقره حلو تعرفي هيك الموضه حواليك وين رايحه، شو الدارج شو مش دارج، ومثل ما قلتي انه اليوم نحن خزنتنا فيها كثير ايتمز، دائما فيك هيك تلاقي اشياء تتلبيها بطريقه. صح. وتخترعي شيء، او حتى هيك يكون عندك اسلوب هيك كثير سمبل واليجنت ومرتب ومن دون مبالغه ويبين حلو. مزبوط. بنلتقى الخميس الجاي على رد.
رجعنا لنتابع فقراتنا بصباح اليوم. بهذه الفقرة بدنا ننتقل لموضوع كتير أساسي بالشهر العالمي للتوعية على سرطان الرئة. معي بالاستوديو البروفيسور فادي فرحات، طبيب أورام ودم ورئيس قسم الأورام ودم بمستشفى حمود الجامعة. صباح الخير دكتور. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. اليوم بهذا الشهر، يعني الشهر الماضي بشهر تشرين كنا عم نحكي عن سرطان الثدي والتوعية على هيدا الموضوع. طبعا نحن عم نمرق بظرف بلبنان، كل هذه الحملات والفحوصات المجانية وربما يعني التسهيلات اللي ممكن أن تساعد المواطن تيكتشف هذا الأمراض على كافة أشكالها وأنواعها، اليوم هي خليني أقول حتى ما أقول مغيبة، خفت بشكل كتير كبير. بدي بلش بالبداية اليوم هيك، بدنا نسأل هيك 10 أو 12 سؤال هيك كتير سريعين نجاوب فيهم ونرجع نشرح للناس اليوم العناوين العريضة أو الجايد لاينز، نعرف منها كيف نقدر نتعامل مع هذا المرض فيما لو لا سمح الله وجد، أو الاحتياط لعدم أن نوصل له أو نكتشفه. بالبداية يعني هل يعتبر التدخين هو سبب أساسي اليوم بعده لسرطان الرئة؟ وبدي أحكي عن التدخين بوجهينه، التدخين المباشر والتدخين السلبي. صباح الخير. طبعا التدخين بعده يعد أحد أهم الأسباب المسببة لسرطان الرئة، وأكبر دليل هو عدم وجود هالسرطان عند الأطفال، وإذا كان موجود عند الناس اللي بسن مبكرة وما بيدخنوا بيبقى في عامل جيني. يعني دراسات كلها أثبتت أنه ارتفاع نسبة التدخين، لما نقول نسبة التدخين بهمنا المدة والكمية، فنحن بنحسب كم سنة وقديش كان يدخن بالنهار، هذه حكما مرتبطة بإصابة سرطان الرئة. هلأ في ناس بيسألوا أنه بعض الناس ما بتدخن وأصيبت، هول لهم وضع خاص وهول عادة أصغر بالسن، وهلأ عم نكتشف أنه هول عندهم خلل جيني معين. وبيقولوا أنه في ناس بتدخن وما بتنصاب، طبعا الأمر منه حتمي، بس 80-90% من اللي مصابين بالسرطان هني مدخنين. هني مدخنين. طب دكتور هيك يعني على الهامش ارتباطا بهذا الموضوع، بدي اعتبر انا انه كان في شخص كان مدخن لسنوات طويله ولم يصب بسرطان الرئه واقلع عن التدخين، اليوم يعني هل اذا واحد دخن كثير وبعدين وقف دخان، هل هذا الشيء بيساعد بمرحله من المراحل انه الرويه يرجعوا ينظفوا حالهم بحالهم، يرجعوا يصيروا فت من دون مشاكل قد تسبب السرطان؟ هي العملية السرطانية مش عملية وجود مواد بقلب الرئة فقط، هي عملية سرطنة الخلايا، عملية تتابعية. نعم. فالخلية بحاجة لأول صدمة، ثاني صدمة، ثالث صدمة، رابع صدمة، بنسميها كارسينوجينيزس، يعني سرطنة الخلية بده ضغط مستمر. فأحيانا كتير توقيف الضغط ممكن يساعد على الريجينيريشن، على إعادة تأهيل الخلية. هلأ ما في شك أنه كل الدراسات بتقول أنه مجرد المحاولة، لو حاولت أنك توقف الدخان أقلعت عن التدخين لمدة سنة ورجعت، هذا يعتبر شيء إيجابي وبصالح المريض وبصالح الخلايا. فإذا ما يعني الأفضل الإنسان يجرب ويفشل ويجرب ويفشل من أنه ما يجرب إطلاقا. وأكيد الإقلاع عن التدخين بفيد، يعني حتى لو أصيب المريض بسرطان الرئة وشفي منه لازم يوقف التدخين، لأنه ممكن يرجع ينصاب فيه مرة تانية، وهذا بيساعد، التوقيف بيساعد. طيب دكتور اليوم أطول عم نحكي عن سرطان الثدي، منكون عم نحكي عن فحص ذاتي، عن اكتشاف بوقت كتير أبكر يمكن، وقد يساعد بالعلاج وقد يساعد يعني بالتخلص كليا من هذا المرض. ولكن اليوم سرطان الرئة، أول شيء يعني شو هن الساينز، شو هي الإشارات اللي بتوصل لنا لنعرف أنه في سرطان رئة، وهل الاكتشاف المبكر يعني أو بالأحرى العلاج المبكر يعني انه ربما يعني شفاء تام؟ وطبعا اليوم يعني هل صارت العلاجات تطورت وصارت اسهل بهذا المحل؟ خلينا ناخذ من يعني من نهايه القصه، اللي هي الانسان اصيب بمرض السرطان وفي انتشار، اللي هو اصعب حاله. اولا انا برايي كمان لازم نركز على الموضوع باخر الحلقه، هذا الموضوع صار مهم لأنه مع العلاجات المناعية الحديثة اللي عم تجي عم نشوف مفاجآت كتير كبيرة. يعني من 10 سنين أو من 20 سنة كنا بس نحكي بسرطان رئة نحط معدل إذا منتشر نقول هيدي سنة واحدة بيعيش المريض، هلأ لا، عم نشوف حالات شبه شفاء. هذا أولا. فإذا نحن بدنا نحاول ما نوصل لهذه المرحلة اللي هي المرحلة المتقدمة.
لحتى ما نوصل على المرحله المقدمه بدنا نعمل استكشاف مبكر. وليش الاكتشاف المبكر مهم؟ لانه فعلا بالمراحل الاولى نسبه الشفاء اعلى، يعني ممكن المريض يخلص منها. هلا عمليه الاكتشاف المبكر ما بتمشي بكل الاورام، يعني مثلا بالثدي مهم كثير الاكتشاف المبكر، لانه اول شيء بيطول العمر، ثانيا لانه سهل، لانه عضو خارجي، فالاعضاء الخارجيه الفحص فيها سهل، ما مثل الاعضاء المخبيه. مشكله الرئتين انه بمكان مخبأ داخل القفص الصدري، فما فينا نفحصه الا بالتقنيات الشعاعيه والمنظار. صحيح. فاذا علميا هلا صار في دراسات تثبت انه يعني صوره السكانر اللي بتنعمل، الصوره المحوريه الطبقيه بشكل معين مش بدوز كبيرة عند الناس اللي عندهم عوامل اختطار عالية، يعني فاكتور دو ريسك الفي هاي ريسك فاكتورز، بيستفيدوا وعم بيكتشفوها بمراحل مبكرة، وهذه المراحل المبكرة عم بتؤدي لشفاء أعلى. فإذا الجواب على سؤال، طبعا الاكتشاف المبكر مهم، وطبعا لازم كلنا نتابع هالامور. هلا شو هي الاشارات اللي بتجي لنعرف انه احنا لازم نروح نعمل تشيك اب ونشوف اذا احنا هل نعاني او ربما يعني في احتمال الاصابه؟ كل المدخنين هن عندهم عوامل اختطار. سرطان الرئه منه سرطان وراثي، يعني اذا كان في عوامل وراثيه او جزء منها مهم بسرطان الكولون المصران او بسرطان الثدي او غيره، بالرئتين ما في ابدا عامل وراثي. البوادر اللي بنحس فيها هي سعال متكرر ومؤذي، هي يعني سعال مع دم، هي ضيق في التنفس، هي أوجاع بقلب الصدر. بس مهم جدا نعرف أنه هذه العوارض لا تعني في سرطان. هذه العوارض إن عند إنسان مدخن عتيق أكيد لازم يراجع، علما أنه المدخن صار لازم يعمل صور، بيراجع طبيبه بيعطيه أنه يعمل صور. درهم وقاية خير من قنطار علاج ببساطة. طب اليوم يعني هل في كمان يعني اليوم بسرطان الثدي بنحكي عن معدلات بالإصابة طبعا بين الرجال والنساء مختلفة جدا، هل هذا الشيء كمان نفس الحالة تطبق بسرطان الرئة ولا لا؟ النسب المعدلات؟ لا يعني اليوم هل الرجال عرضة أكثر للإصابة من النساء يعني أو لا؟ السكس ريشيو قديش النسب؟ يس. علميا او حسب الاحصائيات كانت النسب الرجال اعلى. نعم. واذا بدنا ناخذ نحن لانه يعني الاحصائيات موجوده باوروبا اكثر من عندنا، لما بلشت النساء تدخن كمان صار في ارتفاع لنسبه الاصابه عند النساء. هلا بدأ يعني هيك لحتى ما انسى الفكره، بس يعني اليوم كنا بندخن سيجار، سيجاريلو، سيجاره وارجيله، اليوم صار في هذه السيجاره الالكترونيه. اليوم هل هيدي يعني أنت كطبيب أو كبروفيسور متخصص يعني في هذا المجال، برأيك هل هي شيء برأيك الناس بدخنوها أنه هيدا هوا هوا أو لا؟ أطرح السؤال كمان لحضرتك، اللايت سيجاريت أحسن ولا الهيفي وان؟ كلهم دخان؟ لا أبدا. لا، المؤتمر العالمي للأورام الرئة لا. المتخصص بهذا الموضوع من شي 5 سنين نزل يعني بالمؤتمر، قالوا التدخين اللايت سيء اكثر من التدخين الهيفي. يعني هل التدخين اللي انا باخده مع فلتر مثل بلا ما نعمل دعايه مثل الجيتان وغيره الثقيل احسن ولا اللايت؟ لا، لانه المشكله مش بالنيكوتين، باللايت النيكوتين قليل بس المواد المسرطنه موجوده. يعني انا ما عم باخذ النيكوتين حاجتي كمدخن، فعم دخن بدال الوحده تنتين وانا مرتاح البال. صحيح. بينما هنيك لانه هافي انا عم باخذ كميه نيكوتين كافيه والكميات المسرطنه يعني أقل. يعني الشيء المهم نقوله بهذا اللي عم تقوله حضرتك هلا انه مش النيكوتين اللي بيعمل الكانسر، السيجاره فيها مواد، يعني سواء كانت سيجاره الكترونيه اللي كثير هلا دارجه وبنشوفها وين ما كان، وبتحس الناس هيك مرتاحين نفسيا ومبسوطين وانا عم باخذ هيدا الدخان ومنيحه وما بتاذي. هي للحقيقة الأذية فيها أقل. نعم. الأذية فيها أقل، بس ما في بعد فيدباك طويل، لأنه سرطنة الخلية اللي سميناها كارسينوجينيزيس هذه بدها سنوات 10-15 سنة، وهذه التدخين طريقة التدخين الحالية هذه جديدة، فما عندنا بعد فيدباك، ما عندنا خلفية طويلة لنحكي عنها، بس ما في شك أنه غير مستحبة كمان، بس بتبقى افضل. هو افضل وسيله هي ياخذوا الباتش النيكوتين. نعم. انه تحط نيكوتين، لانه انا اذا مدمن حاجتي للنيكوتين ادماني عن النيكوتين بيكون، فهذه ممكن يعملوها. بس في ادمان نفسي،
في هذا الشعور اللذيذ بحمل السيجارة. واليوم كمان بهذه الضغوطات والتوتر يمكن هيك بتزيد انه الناس تدخن زيادة، علما يعني انه اليوم بتحس المواطن قديش عنده أزمات مالية واقتصادية، بيستغني عن كثير أشياء، بس يمكن هي علبة الدخان هي الشيء الوحيد اللي ما بده يستغني عنها. ويمكن فينا نفهمه بهذا المحل انه بهذه الضغوطات كلها انه لا انا اليوم الا سيجارتي. على كل حال بتروح هون على سؤال ثاني، كنت عم بقرا هذيك المرة مقال معنوان حتما سنموت بالسرطان، بيحكي عن عوامل مسببة أخرى غير الدخان للكانسر طبعاً. اليوم نحن عم يتغير المحيط تبعنا، بمعظم الأوقات موتورات دايرة حوالينا، الانبعاثات مازوت وغاز ودخان، وسائل التدفئة عم تتغير، طبيعة الأكل عم تتغير. اليوم عم نروح على خيارات، بطلنا عم نفتش على شيء صحي، صرنا عم نفتش على شيء أوفر وأرخص، وعم نرضى بشو من كان. يعني منولع حطب، ما بعرف إذا الحطب أنا مش قصدي أقول يمكن يكون صحي يمكن مش صحي، منولع مازوت، منولع دفاية غاز، في حدنا موتور كهرباء، في 100 موتور دايرين حوالينا، اهتماماتنا أكثر مش للخضار، اهتماماتنا لأشياء عملية تسهل الحياة بالأزمة الصعبة، البنزين، تخزين المازوت، البنزين، كل هذا اللي عم بيصير حوالينا. يعني أكيد يعني أنت مواطن لبناني كمان عم تعيش هذه الأزمات معنا، هل هذه العوامل كمان هي عوامل مسببة للسرطان؟ سألتيني حضرتك عن التدخين فأجبت عن التدخين. طبعا في عوامل مسارتي تانية بكفينا الأسبستوز، للحقيقة راح اسمه بالعربي عني، الأسبستوز اللي موجود بالدهان، اللي موجود بالماشينز، الموجود بالكراسي اللي بنستهلكها. يعني لا بدها تكون كرسي كتير رخيصة، وحدة شبيهة فيها 5 مرات أعلى، لأنه المواد، ليش الدهان في مواد رخيصة كتير، مواد غالية. يعني إحدى الجامعات الكبرى في فرنسا اكتشفوا أنه في مادة الأسبستوز بالدهان، بس ما قدروا يعني ما قدروا يغيروا الإترنيت اللي موجود فيه هذه المادة. فطبعا نحن عايشين بمحيط فيه كتير مواد بتساعد على سرطنة الخلايا. وغير هيك التدخين اللي تفضلتي، غير التدخين وغير الدهانات، الانبعاثات الموجودة كمان بتلعب دور. فهذا كله موجود، نحن يعني ما نطلب من حدا أن يكون بيرفكت، بس نطلب من الناس يكون مثال، نطلب الناس يحاولوا قد ما فيهم. فما فينا نطلب كمان من المجتمع اللبناني، لأنه الحقيقة في اللي فينا مكفينا، ما فينا نطلب من الدولة، لأنه يعني ما بدنا نحكي بموضوع سياسي. فالعفوا بس لركز على نقطة، إذا حكينا بقصة التدخين، لأنه التدخين سبب سريع وقوي. صح. يعني قد ما شميت، أنا مني قاعد حد الموتور وعم بتنشأ كل شيء، بس أنا عم بتنشأ سيجارتي للآخر. فلا، مهم نحكي بالتدخين. دكتور نحن هيك يعني بفتكر هيك، طبعا أكيد رح نستضيفك بحلقات أخرى لنتوسع أكثر بهذا الموضوع، ولكن هيك نصيحة كتير سريعة وأخيرة، شو بنقول هيك للناس بهيدي المرحلة؟ مضغوطين، عم ندخن زيادة، ما بنعرف شو عم ندخن، حتى يمكن صرنا عم نغير ما عم أقول إنه هيدي الماركة هي أفضل من هيدي الماركة، بس أي شيء، بس لحتى نخفف هذا الضغوطات علينا. اليوم حضرتك كبروفيسور متخصص يعني بأمراض الدم والأورام، اليوم شو بتقول للناس؟ النصيحة، مش مطلوب من حدا يكون مثالي، ولا مطلوب الكمال، المطلوب نحاول قد ما فينا نسيطر. يعني إذا مندخن نخفف تدخين، إذا منقدر نوقف تدخين، والأمر مش مقصور على التدخين، هو نمط حياة شامل. يعني بده يكون الإنسان عنده اعتدال بكل الأمور اللي بيقوم فيها. بروفيسور شكرا كثير على حضورك معنا اليوم، هيك فيقنك بكير، بس كمان كثير مهم نضوي على الموضوع بهذه المرحله. مثل ما اشرت يعني نحن بلبنان واقفين على زلزال مثل ما بيقولوا، والشغله الثانيه كمان اليوم كل ما بنسمع الهواجس تبع الامراض والادويه والعلاجات، هذا خلينا نتلاعب اكثر. يعني بدنا نحافظ على صحتنا، واصلا يعني لانه اذا ما انتبهنا له العلاج اليوم مش هالقد متاح وسهل نظرا للكلفه الماديه العاليه وغياب الادويه اللي موجوده. شكرا مره جديده لك. ننتقل هلأ لفقرة اقتصاد اليوم مع محاسن مرسل. محاسن مرسل، صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. كل شيء منيح؟ تمام. منيح اجتماعيا، مش منيح اقتصاديا. صحيح. اليوم هيك يعني انا صراحه في كثير هيك عبالي من المواضيع عبالي هيك اطرحها واناقشها معك. عم نسمع كثير اخبار مرتبطه بالجمرك، قد ايه حيصير غالي. هيك اذا بتسمع اخبار بيومين بتعرفي انه اليوم السياره صارت مش بياندو لوك، صارت حلم. اذا
هذا الشيء صار. حنصير المكوية بدها بادجت كتير كبيرة، يمكن كباية المي اللي بنشربها، لأنه حتى لو كانت اليوم هيدي الورقة صنعة في لبنان، الماشين اللي بتعملها والجلدة والباكجينج وكل هدول كلهم هدول امبورتد ومتكلف عليهم من برا. وأكيد بنحكي عن هالبطاقة التمويلية اللي ما عارفين وين محطوطين فيها وين صارت، يعني ما بعرف قديش بعد لازم تغلى الأشياء، ما بعرف قدي لازم بعد يطلع الدولار تنحنا نشوفها هيك وصلت لعنا. أنت حتوصل لعنا البطاقة وهيدي قصة الجمرك، خبرينا بس نحن وين فيه، أكيد محفوظ بتفاصيله أكثر بفقرة تانية. نعم. هلأ بطبيعة الأحوال لنمرق شوي عن موضوع الدولار الجمركي وبعدين حنرجع نخصص له يعني نعم. فقرة تانية. هلأ بالأساس كان عم ينبحث هذا الأمر بحكومة حسان دياب طبعا قبل ما تستقيل كل هذه الأمور، لأنه هو بيعتبر أنه هيك قرارات ما في خضها ويحملها على حاله، أولا لأنه بتحمل كثير من المخالفات القانونية يعني موضوع الدولار الجمركي. هني بيقولوا أنه زيادة إيرادات الدولة اللبنانية لأنه بحاجة بعدين بده يفوتوا بده يخففوا العجز بالميزانية العامة، بده يعطوا بده يزيدوا رواتب إلى ما هنالك، كل هيدي القصص. وزد على ذلك أنه بطل عندك سعر صرف رسمي يعني 1500 هو عمليا لم يعد له أي قيمة قانونية، فبالتالي هم بحاجة إلى زيادة العائدات أو الإيرادات من خلال زيادة الدولار الجمركي. ولكن اليوم في خبيصة، يعني أنت عندك تعددية سعر الصرف، عندك سعر صرف صيرفة يلي بيتغير يوم بعد يوم هو عم بيكون قريب لسعر صرف السوق. صحيح. عندك سعر 3900، عندك سعر 12000 تبع التعميم 158، عندك ما بعرف كل نتفة يعني عم بيطلعوا أوقات، وهلأ كمان عملوا في دولار 12000 كمان تبع موضوع استيراد الأدوية وإلى ما هنالك. فبالتالي بعد لهلأ ما في تحديد على نعم. أي سعر بده يتم تحديد الدولار الجمركي. طبعا دائما أي تكاليف زيادة على التاجر او على اي حدا مستورد اخر شيء بتروح على المستهلك يعني المواطن اللبناني، بالتالي بدنا نشهد موجه زياده من غلاء الاسعار. واصلا هلا في تضخم، يعني تضخم عالمي، يعني في غلاء اسعار عالمي. صحيح. ناتج لعده اسباب، يعني اولا اعاده فتح الاسواق من جديد من بعد كورونا. يعني امبارح كنت عم بقرا انه احتمال كثير كبير كثير من المواد يغلى سعرها 8 مرات اكثر. صحيح. طب هذا الشيء بياخذنا على موضوع ثاني حنفوت طبعا بتفاصيل هذا موضوع الدولار الجمركي بحلقات تانية، بيخدنا على موضوع أنه اليوم محاسن الأشياء صارت يعني غير متاحة مطلقا. صحيح. للمواطن. صحيح. عم نحكي عن بنزين بخوف، عم نحكي عن مواد غذائية بتخوف، عم نحكي عن أدوية كتير غالية. طب اليوم بعدنا كل هذه الأشياء عم بتصير. نعم. وقال أنه بدنا نغلي تنجيب إيرادات للدولة لحتى بعدين نعلي لكم معاشاتكم، لحتى بعدين نعمل تصحيح أجور، لحتى بعدين حتى هذا بدل النقل اللي ضحكوا علينا فيه هو اصلا يعني لا يقارن بحجم كلفه البنزين والمازوت. اليوم نحن اليوم هيدي البطاقه التمويليه اللي انا برايي يمكن صار ما بعرف كم صار في 4 مليون لبناني كلنا بدنا اياها هلا صرنا. أي صح بالفعل. وينها؟ أي. جايه عم تنعمل. ليكي حقول لك نقطه، انا اول شيء لما كنا نطلع نقول نحن انه نحن واصلين لهون لانه في سياسه ارض محروقه، كانوا يقولوا انتم لانه ضد النظام وانتم شيء كل نتفه حدا يقعد ينمطنا بخبريه وسالفه معينه. ما بنغرق بنموت. وصلنا لليوم نحن يعني عن جد بالفعل. حتى بس بدي أقول نقطة أنه حتى يا جماعة اللي عم يقبض دولار هلأ بطل فيها الهامش العالي بين. صحيح. الأسعار اللي كانت عم تفرق معه ما بين سعر الصرف واليوم، وصارت عم بتقرب على بعضها لأنه صار كله مسعر بشكل دولار على دولار السعر المزبوط. يعني مثلا نقول 21000 هني بسعروا على 23000 ليرة. صحيح. فكل هذه القصص كلها عم تنعكس على المواطن. البطاقة التمويلية للأسف بفتكر أنا انه وبرجح انه تكون لاسباب سياسيه، لانه ما من معوق تقني يحول دون اقرار البطاقه التمويليه لعده اسباب بدي بلش فيها. بتسعة ايلول كان على اساس وقتها انه انعقدت وبده ينطلق العمل، يعني بس نقول عمل في منصه في تسجيل اسماء تقديم طلبات الى ما هنالك. اليوم رجع قال الوزير حجار هكتور حجار انه بده يعيد تمحيص والتدقيق بالاليات وبده يرجعوا يعبوا وراء ويبرموا. طيب على البيوت انتوا حتبرموا على المدافن عن جد. صحيح. في ناس بليز ما بقى حدا يقول انه وين الجوع، في ناس جوعانه، في ناس. صحيح. ما معها تاكل. انتوا ما السوشيال ميديا منا معيار والدهر منه معيار وال10000 شخص اللي عم تشوفه عم بيتنقلوا او ال20 او ال100000 مواطن. صحيح. لبناني على سياراتهم هن ما بيختصروا 4 او 5 مليون مواطن عم بيعاني من الجوع. لذلك انا بفتكر انه المعوقات هي سياسيه. ايضا موضوع التمويل، يعني
يعني احنا بنعرف انه في كان جزء بده من حقوق السحب الخاصة تبع صندوق النقد وجزء على اساس انه في قرض النقل المشترك يجير، يعني طبعا مش يجير، بصير في انت اتفاقيه جديده مع البنك الدولي لحتى انت تمولي البطاقه التمويليه. ولكن دائما بدي اقول انا انه البنك الدولي وصندوق النقد له معايير خاصه بتحديد من هم المستفيدين من اي مساعدات ماليه تمنح من الدول. لهيك رجعنا لنقطه الصفر هلا، وطبعا من الوزير رجع جاب معه يعني فريق عمل جديد. صحيح. وبالتالي فريق عمل جديد، انت كنت بالاساس عم تشتغلي على البطاقه من 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 زمان، يعني في ناس كانوا مختصين عم يشتغلوا على هذا الموضوع وعم بتابعوا جمله وتفصيلا بهذا الاطار. وبالفعل يعني انا هون بدي اذكر بشيء بسيط، نحن كنا دائما نحكي عن منسق عام برنامج لبنان لاداره الازمه الدكتور عاصم ابي علي، نحن كنا عم نكون معه بشكل دوري، قديش كانت القصص صعبه، خاصه انه معايير التمييز، خاصه انه الداتا لتجمعيها، خاصه انه وبعد تفشي الفقر في لبنان للاسف كانت الامور ابدا ما سهله. وفي نقطه ما حاسه انه انا يعني بصراحه ما بعرف كثير بالتفاصيل وبالارقام، بس كنت مثلا عم بقرا باول مرحله وقت كنا عم نقرا عن البطاقه التمويليه انه لنفترض انه هي كانت معموله للاشخاص اللي مدخولهم ما بيتخطى المليونين ليره. نعم. ولكن اليوم بهذه الازمه مع ارتفاع هذا الغلاء، انا برايي الموظف اللي معاشه 4 مليون او 5 مليون اليوم هو وضعه كمان بنفس سوء هذا الشخص اللي بياخذ مليونين ليره، لانه هذا يعني ما في شيء متاح له نهائيا. نعم. واليوم اكبر دليل، اليوم انت بتروحي على العدليه عندك ورقه لموظفين غايبين، بتروحي على الدوائر العقاريه بتنطري الورقه شهر ونص لتاخذي ما بعرف هذا اذا ما بدك تدفعي مصاري براني لتقدري تطلعي سند، بتروحي اي معامله بالدوله، اي معامله هي واقفه كليا اليوم، لانه شيء عن جد مزري. بتعرفي من كم يوم سمعت عناصر قوى الامن الداخلي الدرك تحديدا العناصر بياخذوا بونات، في ناس منهم عم بيبيعوهم ليطلعوا 10,000 ليرة يجيبوا فيها شغلة صغيرة على بيتهم. ما بعرف كيف يعني هذه الطبقة السياسية غير مدركة لهذا الواقع. اليوم إذا أنا موظفة ومعاشي هو معاش عادي مثل كثير من الموظفين وما حيطلع لي بطاقة تمويلية ومعتبريني أنا شيخة على الواقع الاجتماعي، شو حيصير بالناس؟ يعني كمان نقول كيف بدي أتأكد أنه ما حيصير في ظلم على كل الناس؟ اليوم حتروح للأكثر فقرا خليني أسميهم، بس الناس هو الوسط، هو خلاص يعني عدمناهم نحن. ما هي بدي أقول لك شغلة، دائما في بمؤشرات الفقر إذا بدي أرجع أنا شوي للأسكوا بتقول في الفقر الأعلى والفقر الأدنى، الفقر الأعلى يلي بيكون على الحافة والفقر الأدنى اللي بيكون معدم، يعني ما في شكل بشكل تام. وعندك الفقر المتعدد يعني الطايله من كل الميلات، خيالي انه النسبه بلبنان صارت 82% لوصلك انه اذا عم نحكي عن يعني عن الطبقات المتوسطه. اليوم ما في سلطه لا تدرك الى ما وصلنا اليه، في انه ما بده يعني ما بده حدا يعمل، ليه؟ لانه انت الشعب لما بدك اي دوله بدها تمنع شعبها من التغيير بتجوعه، لانه بيلتهي يبرم على تنكة بنزين، علبة دواء، لقمة اكل الى ما هنالك. اليوم انا برايي القصص نحن اول شيء دوله منكوبه وشعب منكوب، خلينا نحكي الامور مثل ما هي. ما بقى فوت انه الدوله حتوزع بطاقه تمويليه، لانه لو بدها تشتي كانت غيمت او ناطره لاخر شهر او شهرين. برجع بقول لك انا لا اؤمن بالشفافيه والمصداقيه مع هذه الدول، لذلك كان في حتى من البنك الدولي قال في انه جهات اجنبيه هي بدها تراقب انه طريقه التوزيع. نحن كنا عم نحكي هون عن القرض تبع 246 مليون دولار والى من وجهت هذه الاموال. اليوم نحن شو عم بيساعدنا؟ عم بيساعدنا اللي برا موجود عم بيعطي شوي اهله مصاري، اللي عم بيساعدنا شوية هيدي الان جي او اللي عم بتشغل البلد، اللي عم يشتغلوا مؤسسات اجنبيه، بعض المساعدات. اليوم التكافل والتضامن الاجتماعي هو مطلب اساسي. No. لا ليساعد يوقف حد الناس، لأنه انت بظل غياب اي دولة. ايضا مثلا يعني رجال الدين والسلطة الدينية اليوم مطلوبة اكثر تترك السياسة وترك على الناس عن جد، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هيك يطبقوا هيدي الامور، لأنه بالفعل مستويات الفقر في لبنان
ما حدا يفكر انه نحن مش اذا فتحنا انستغرام هو الواقع، هو ابدا ما هو واقع ابدا، الواقع غير هيك. الواقع انا وياك لما نمشي على الطريق ويقول مثلا الناس القيمين على شركات المحطات المحروقات انه تراجع الاستهلاك ل 50%. صحيح. يعني سوري ما عم يظهر من بيته الا المضطر. لذلك نحن اليوم بحاجه لاي دعم دولي مادي عيني اللي بدك اياه، من كبات المي لا من حبه الدواء لكبات المي، لانه اصبح حتى الدواء هو ترف في لبنان اليوم. محسن شكرا لك على المعلومات. اسبوع جاي ان شاء الله بنحكي اكثر عن الدولار الجمركي اذا بينت معالمه او اذا قررت هالحكومه هيك تشفق على الناس وتجتمع وتبلش تلاقي نوع من حلول يعني لحتى نبطل هيك غرقانين نزول. شكرا مره جديده لك. بننتقل هلا لفقره اتيكيت المقابله الاولى لنعرف اكثر، حتنضم الي عبر تقنيه زوم الخبيره في الاتيكيت والبروتوكول كارمن حجار. كارمن صباح الخير. صباح الخير. صباح كيفك؟ خير ريف لك ولكل المشاهدين. ثانك يو. ماشي الحال صباح كارمن. اليوم كله هيك نحن بنرجع بنربط بنبرم بنبرم وبنرجع بنبرم هيك للواقع اللي نحن فيه. اكيد اليوم نحن بازمتنا ناس كثير عم بتفلفل من اشغالها، بس كمان في كثير ناس عم بتفتش على شغل. اليوم طبعا ما في كثير فرص متاحه، ولكن بضل في مجال، يعني يمكن نضطر نغير بنوع الوظيفه، يمكن نضطر نقبل بشغله مؤقتا بدل من شغله ثانيه، بس على الاقل نحن دائما بحاجه انه نفتش، لانه اليوم في الاف من الاشخاص عم يخسروا وظيفهم بالمصارف للأسف. بالمطاعم بالشركات وبكثير هيك. كرمال هيك دائما بتسمعي في ناس عم بتفتش على شغل. اليوم اذا نحن اليوم بدنا نحكي على موضوع اتيكيت، خليني اقول المقابله الاولى، اليوم في كثير صبايا شباب بده يروحوا على مقابلات عمل، بده يجربوا يلاقوا على فرص جديده ربما بلبنان او ربما بالعالم العربي اذا رجعوا قبلوا يستقبلونا من وراء خبايصنا. بدنا نحكي شوي اليوم شو هي هيك الاشياء اللي خليني اقول يعني النقاط اللي كثير اساسيه بشكل شكلنا بلبسنا، كيف فينا نحن نكون رحنا مرتاحين على المقابله ومريحين الشخص اللي عم بيقابلنا. يعني ان شاء الله ما حدا يترك وظيفته بالاول، وان شاء الله اللي عم بفتش يكون عم بفتش بقلب لبنان، يا رب هيك ترجع تنفتح افاق التشغيل والتوظيف بلبنان. على كل حال في حال بدنا نروح لنقدم على وظيفه، لازم في كثير قصص لازم نعملها وفي كثير قصص لازم ما نعملها. نعم. أول شغلة هو أنه نسأل عن الشركة، مش غلط أني أنا أعمل دوار، يعني أعمل جوجل سيرش عن هالشركة لأعرف أنا لوين رايحة تقريبا، شو هي نوع الشركة، وين فروعتها، قدي هي كبيرة، مش غلط أني أعرف مسبقا. طبعا تحضير السيفي شغلة كتير مهمة، مش غلط كمان أني أنا استشير حدا يساعدني لأني حضر سيفي فريمان بروفيسيونيل، لازم يكون بروفيشنال، منه كتير كبير منه كتير صغير، على صفحة واحدة تقريبا مش أكتر، بس فيه كل المعلومات المطلوبة، ومش غلط قلنا إنه إذا استشرنا حدا فيه لستبه. كتير حلو إني أعرف مكان الشركة وين، يعني أنا أعرف مسبقا هالشركة موجودة بالمكان الفلاني، هل قدي أنا بدي وقت لأوصل لحضر حالي نفسيا ومش أعلق لا بعجقة ولا أوصل مأخرة ولا سير عندي 100,000 عذر. دائما هيدا دائما هو مكان على فكره المقابله سبب اساسي يمكن للتوتر قبل ما توصل على المقابله، بتخافي تضيعي، ما بتعرفي البنايه، ما بتلاقي موقف، كرمال هيك مثل ما قلتي ضروري واحد يروح عارف حاله وين رايح. بالفعل ومش غلط انا اذا قبل بليله ما رحت لشوف وين الشركه بالتحديد، لحتى ما اكون ملبكه اكثر ما انا اوريدي. هي خلينا نتفق على شغله، الشغله اوقات ستريسفل منا هينه، يعني في كثير ناس بتتضايق منه عارف شو ناطره، بس لما نكون محضرين بنبقى واثقين من نفسنا اكثر. طبعا نعم. الكوبي تبع السي في مش غلط اني انا يكون حامله كوبي، علما انه اكيد الاتش ار اللي رايحه اتقابل انا وياه هو عنده نسخه، بس كثير حلو اني انا اكون حامله من نسخه نضيفه معي بلكن عزتها او ممكن اقدم له اياها لذكره اكثر بحالي. نعم. طبعا الدريس كود قبل ما نفل، هيدا بعد ما وصلنا على الشركه، دريس كود كتير مهم انه احترمه، لازم اروح حتى لو ما بعرف شو نشاط الشركه او هن كيف بيلبسوا،
الا اذا كان مثلا اذا هن شركه اعلانات السبو انه يكون كثير دي كونتراكتي الموظفين فيها، مش ما في لزوم اني انا اروح على قد سبور، لا خليني اكون رسميه، كون اوفر دريست احسن احسن ما اكون اندر دريست. اكيد يعني انا كشاب لازم البس بدله مع قميص مع جرافات، مش غلط ابدا، ما في شيء غلط، بالعكس خاصه اذا كانت الوظيفه اداريه بشركات. هلا طبعا اذا انا بدي اقدم لوظيفه ويتر ما بروح لبس بدله، اكيد في البس جينز مع بليزر، بس لا. انا اذا كنت على شركه بليز كتير مهم البدلة تكون مرتبة، القميص بيضة، الجرافات مزبوط محطوطة، الشعر منه مزيت مرتب. هيدا بخصوص الشباب. بخصوص الستات الحلوين طبعا لازم كمان نكون الدريس كود، بزنس دريس كود، نكون محترمين قصيد، ما في كليفج منه مبين، ما في شيء شفاف، ما في شيء قصير. كتير مهم اني انا احط بليزر على الفستان اللي لبسته، ما يكون ضيق، ما يكون كتير قصير، ما يكون بنسل دريس، ما يكون شي بليلي، ننتبه لهالنقاط، ما يكون الميك اب اوفر، وكمان ما يكون بلا ولا شي، يعني مش انه رايحة انجم مشطة شعري المزيت صار لي جمعة مش محممته، مني سئلاني نقبلوني قبلوني ما قبلوني انا مني عايزة. هيدي النفسية كتير غلط انه الرحلة عالشغل. المظهر الخارجي كتير مهم، شئنا أم أبينا، first impression. ريف بدنا نحن 7 ثواني تسكان الشخص اللي قدامنا، ياخد صورة عنه قبل حتى ما يحكي وحتى قبل ما يورجينا شهاداته. يعني هيدي شغلة مش لأنه نحن لبنانية هيك بنعمل، كل العالم بتعمل هيك، بأمريكا بأوروبا كل يعني الطبيعة البشرية هيك بتعمل، من المظهر نحكم على الأشخاص. لهيك لازم نشتغل على مظهرنا على ترتيبنا. كارمن طبعا عندي هيك لك سؤال هيك سريع، اليوم دايما نحن يعني عندنا وقت نروح على مقابلة بنجي يعني غير عامل الخوف هيك بنوع من خجل، بنحس حالنا دايما نحن هيك المستحيين اللي بدنا نرضي الشخص اللي رايحين نقابله، يعني ويعني ما بعرف كيف بدي استعمل هيك التعبير هيك من تحت، يعني بنجي هيك خجولين. اليوم قد ايه لازم يكون هيك، لازم يروح الشخص يعني هيك هيك ثابت من حاله متمكن فيت هيك بثقه، واوقات يعني مش غلط نحن خلينا نقول نكذب هول الكذبات الصغار او نوح انه لا انا رايح وانا عارف حالي وين جاي وشو جاي يقول. مثل ما قلتي تماما، لازم الواحد يكون عنده ثقة بحاله وبهو علماته وهو شو بيقدر يقدم للشركة. أنا إذا كنت بدي روح هيك ركيكة ومن تحت، هيدي أكيد هني رح يشوفوا هالشي وما رح يتحمسوا ياخدوني. بالعكس، إن كانت وقفتي، إن كان لبسي، إن كانت قعدتي، إن كان سؤالي، إن كانت طريقة اللي الابتسامة اللي عوجي، السلام اللي عم تسلمه، كله هيدا لازم يعكس ثقة بالنفس. وإذا أنا خفاني مثل ما حضرتك عم بتقولي، مش غلط إنه أنا fake it till you make it. قول كارمن أنت عندك ثقة بنفسك، yes yes you can make it. مش غلط إني أنا هيك يقول لحالي هالكلمتين ثلاثة وشد على حالي لفوت عندي ثقة بنفسي. كتير مهمة هيدا النقطة، لازم الشخص الـ HR اللي أنا عم اتقابل أنا وياه يحس أني أنا حدا واثقة شو عم بعمل، عارفة شو بدي، عارفة أنا شو ممكن أقدم للشركة. كتير مهمة هيدا النقطة. طبعا خلينا نرجع نكفي لموضوعنا، هي الوصول قبل ب10 دقائق، مش مسموح توصل مؤخرين. من وقت فوتتنا على الشركة أو على المبنى، من الأصغر موظف لآخر موظف، الابتسامة على الوجه مع طبعا السلام، وين ما رحنا أنا جاي بدي أقابل مسيو فلاني. ننتبه ما نشيل الكلفة، مش أنا طالعة ولا بدي أشوف ريف عقيل، ريف عقيل منا صاحبتي، الاتش آر منو أصحاب نحن وياه، لا بدي أشوف مدام عقيل إذا بتعملي معروف بهيدا الشكل. أطلع هلأ بدي انتبه بقلب الشركة، اشلح العوينات الشمس إذا كنت لابسة، العلكة صبايا شباب ممنوعة حتى لو كنت تحت الماسك، ببين أنه نحن عم نعلو بلاها هيدي أبدا. ومش غلط أني أنا شيل الماسك لأنه يعني بدي يكون في تباعد. أكيد طبعا من بعد ما سلم على ريسبسونيست بوقف على باب بدها تقلي تفضل، بهالوقت اللي قاعدة أنا ناطرة فيها القعدة تبعيتي بدها تكون مرتبة، ما ننسى نحط ميوت السيلولير تبعنا
خلص نعمل ديسكونكشن مع العالم الخارجي ونهيئ حالنا للاجتماع. كتير مهم حيلا اجتماع أنا عندي إيه إنه هيك نتفي أخذ 5 دقايق حتى لو كنت مدورة راديو على الطريق أو أنا على السلولار، 5 دقايق لنفسي لراجع أنا لأقول هلا أنا عم بتحضر للاجتماع. شغلة كتير مهمة حضر حالي نفسيا. طبعا بدي فوت قبل ما فوت على المكتب اللي عندي مقابلة معه بدق على الباب حتى لو كان الباب مفتوح، بيقولوا لي تفضلي بتفضل، القعدة تبعيتي، المشي ريف تبعيتي، الكتفيت لورا، الراس لفوق، البطن مبلوع، عندي ثقة بنفسي حتى لو كنت أنا عم برجوف معلي، خليني هيك أمسك جزداني بشكل أني أنا أقول لا أنا مني خفاني، ما في شي بيخوف. وأصلا ما في شي بيخوف يعني، بس هو دايما بالمقابلات يعني أنت حتى لو يعني قد ما كنت مشتغلة وقد ما كان عندك خبرة وقت هيك دينا بتوصلي على المحل. يعني أنا واحدة من هدول الناس كل ما بيجي قدام هيك تقابل حدا بمهمة جديدة دايما بلقى في هذا الخوف الكتير كبير، يمكن بيرجع بمكان ما مثل ما قلتي بده واحد يكون هيك ثقته بنفسه كتير كبيرة لأنه دايما في خوف أنه أنت لا أنا ما بدي أخسر هيدي الشغلة، كرمال هيك هذا الشيء بيعمل هذا النوع من القلق. وفي ناس يمكن بتعطى الهم زيادة. مظبوط معك حق، هيدا الخوف مهم لأنه نخلينا نحضر أحسن. نعم. عرفتي هيدا الخوف يعني fail to prepare prepare to fail، هيدا الخوف كتير يعني لما ما في خوف يعني في over ثقة بالنفس. صحيح. إذا في over ثقة بالنفس يجوز نقع راسنا الشك، لا نخاف نتفي مش غلط. أنا حتى كان عندي مقابلة وهيدي أول مرة بحياتي بعملها، كمان جوب انترفيو من يومين ثلاثة، كمان كان في خوف مش غلط، هيدا الخوف بحفزنا لأنه نكون أكتر هيك شدين حالنا أكتر مثل ما بيقولوا بالدارج. طبعا إذا قعدنا على المكتب بدنا نسلم قبل ما نقعد، إذا الشخص ما بده يسلم هلا بتعرفي ظروف الكورونا أوكي منحط إيدنا على صدرنا وبتكون مشيلحة، بينما إذا الشخص مد إيده مش بقله أنا لا لزوم الكورونا ما بدي مد إيدي، لا معلي بمد إيدي وبرجع بعدين بحط سانيتايزر بعدين بس ما تخلص المقابلة أبدا مش قدامه، بحط سانيتايزر جل على إيدي وبطهر إيدي مش مشكل، ما بقعد إلا ليقلي تفضلي. طبعا بقدم له السي في تبعي وبكون أكتر مستمعة، في حال سئلت جاوب، في حال ما سئلت خليني أكون مستمعة لهو شو عنده. مضيفني قهوة مش غلط بس مش بقول له بليز بدي قهوة لأن أنا ولا من عبكرة جاي مش مروقة، ما أخذ وجه. كتير مهم أني مش خاف ما أحكي بس مش كون عندي هالأوفر ثقة وصير قاعدة ومرتخية. بدنا ننتبه كمان للقعدة تبعيتنا، هيدا الظهر لازم على طول يكون جالس. وإذا الستات الحلوين عندهم جزدين طبعا مش بجي وبحط له جزدين هيك على المكتب تبعي، هيدا الجزدين يا بحطه ورا ظهري لما ألقي تذكر حالي إنه ما لازم ألقي على الكنبية، يا إنه بحطه على الأرض بعلي عند الكوبي تبع السيفي بقدم له إياها. قدم لي قهوة مش غلط إنه قال له أوكي بشرب ليش لا، وأهم شيء إني ما أحكي عاطل عن الشركة اللي أنا كنت فيها إذا كان عندي previous experience. صحيح. هيدا شغلة تسنونه أكيد لو شو ما كانوا عاملين فيه، بحكي بأصلي مثل ما بيقولوا إنه هيدي الشركة أنا اشتغلت فيها وعملت وأخذت مصاري منها ما بزدت لها حجر ببيرة مش لطشة أبدا، بس إنه ما لازم أبدا نحكي بالعاطل عن مطرح ما كنا عم نسترزق سابقا. طبعا كمان الهاند شيك تبعنا نسيت أقول إني أنا لازم أتمرن على السلام، ما يكون ركيك ما يكون كتير قاسي يكون فيرم. مش غلط كمان أنا إذا خلصت جامعة جديد وعم بهيدا أني أتمرن أنا وأهلي بالبيت كيف نسلم السلام المزبوط اللي هو بيعبر عن الثقة بالنفس. نبرة الصوت كمان ما بدي روح إيه عم بقدم على وظيفة وأش إيه لا ولا بدي صريخ، نبرة الصوت تبعيتي لازم توحي بأنه أنا شخص عندي ثقة بنفسي وعارفة حالي لوين رايحة وأنا شو بدي. كارمن تفضلي. yes. يعني هو هني هيك اللي خليني أقول الجايد لاينز لنروح على أول انترفيو شغل لقلنا، بس اليوم هيك يعني نحن أكيد وصلنا لنهاية هذه الفقرة، بس شو هي هيك بكلمة واحدة شو هو الكليك أو هيك الشغلة اللي هيك بتلمع وبتخلي الشخص هيك يشوف نحن مميزين عن غيرنا؟ هي للأسف الإيمج تبعيتنا، لأنه ريف
اثنين أشخاص. بتعرفي كنا هلأ صرنا خريجين جامعات، كنا بلكن ثلاثة أرباع العالم دكاترة. اثنين لما اثنين يتقدموا على الوظيفة، اثنين مخرجين من جهة الجامعة، اثنين عندهم الشهادات العلامات العالية، اثنين لنقول عندهم اكسبيرينس أو ما عندهم اكسبيرينس، اثنيناتهم هن ذاتهم. شو اللي بيخلي الاتش ار ينقي ما ينقي زاد؟ اللهم إذا ما في واسطة طبعاً. اللي بيخلي هو how he is presenting himself، كيف هو بيقرب حاله، كيف بيقدم حاله. هالسوفت سكيلز اللي نحن للأسف منصير نقول هيدوري تفاصيل، لا هيدوري مش تفاصيل أكيد. كيف انت بتقدمي حالك، هيدا اللي بتفرق. قعدتك، سلامك، حكيك، حضورك، نبرة صوتك، التياب اللي انت لبستيون، هيدوري هن للأسف، بدي أقول للأسف لأنه يجوز الجوهر يكون عند غير مزبوط. ناس عندهم أي يعني نحن الكتاب إذا بدنا ننقي بين كتابين دايما نحن منروح على الغلاف الأحلى صحيح. أنا إذا كنت عم بتقدمي لي أحلى طبخة بالعالم والبريزنتاسيون تبعيتها منا حلوة، سوري أنا ما رح أقرب لحتى أكل. للأسف الشكل الأبيرنس بتجذب، الفيرست إمبريشن كتير مهمة نشتغل عليها. هالسبعة يعني لهالسبع ثواني نلقطه للإتش آر يخلي يحببوا فينا، ساعتها نحن ممكن بالفحوة اللي عندنا بالكونتينيو بأفكارنا بنحن شو ممكن نعطي للشركة، هيدا اللي ساعتها بيخلي هو يستمع لنا ممكن ناخد تبروف أور سيلف أكتر وناخد الجوب. وإن شاء الله كل العالم موفقة. وشغلي صغيرة بعد بالآخر، مش غلط أني أنا من بعد ما خلص المقابلة أني أبعت إيميل اتشكرون لأنهم عطوني هالفرصة حتى لو بعد ما ردوا علي وأخذوني. وموفقين للكل. كارمن حجار ثانك يو كثير لك على يعني على يعني هذه المقابله الصباحيه. وكمان لا اليوم ضروري حنستعين بهدول التيبس لانه اليوم بهذه المرحله مثل ما قلت اليوم اول شيء المنافسه كثير كبيره، الفرص منا كثير متاحه، واكيد المضمون كثير مهم، التعليم كثير مهم، الخبره كثير مهمه، ولكن واحد يكون كمان شكله كثير مرتب ويكون بريزنتابل كمان مهم اكثر. ننتقل هلا لفقره من هون وهونيك مع تيما زلزلي. تيما بونجور. بونجور ريف. نحن التقينا الصبح. كيفك؟ انت منيحه؟ تنزلت فيك شو هالحلو اليوم. ثانك يو كثير. تيما خفتي اول مره اشتغلتي؟ جيتي على مقابله ولا جيتي هيك وسقانه بحالك؟ لكن بدي خبرك هون اول ما بلشت هون بالتيفي كنت كثير خايفانه وملبكه صراحه، وخاصه انه انا ما درست اعلام وما عندي كان اكسبيرينس بالتلفزيون، بس كثير اتلبكت اكيد. هلا اكيد صرت تحسنت يعني، بس اكيد شيء بس هي دائما اول مره فيها صعوبات وبتحسي هيك بنوع من الخوف، بس اذا واحد مثل ما قلت اجى هيك مرتب وكل شيء بيمشي حاله بعدين اكيد. خاصه نحن شغلنا يعني التيفي هو اكثر شيء يمكن بيعطي هيدا الرهجه انه بتخاف تتوتري بدق قلبك بسرعه وبعدين بيمشي حالك. ودائما لانه بتعرف انه فيها كثير عوامل العلاقه انه بده يكون شكلك حلو ومرتب وكل هدول التفاصيل بلس انه بتعرفي تحكي مصر. على كل حال هيدي من هون من هون يكفعنا اخبار اليوم ريف. رح نبلش باول خبر. باليابان في مواد بتتعلم للتلاميذ من هن وصغار، مواد خاصه بالطبيعه والحيوانات، يعني التلاميذ بياخذوا مواد يتعلموا فيها حب الطبيعة وحب الحيوانات ويستكشفوا طبيعتهم. وهذه المواد مش مواد للتسلية، مواد بيعملوا فيها امتحانات آخر السنة وبياخدوا فيها علامات. إنه أنا صراحة كنت عم فكر لما قلت الخبر ريف إنه نحن أكتر بلد، مش أكتر بلد بس نحن من البلاد اللي عنا كتير طبيعة حلوة صحيح، واللي عنا كتير مثلا بستغرب نحن اليوم في كتير مواد بالمدرسة أنا بقول إنه ما كان لها عازة. يعني إيه حلو كنا اليوم أصلا ولا شيء نتعلم نستعمله بالشغل 100%. حلو إنه اليوم كنا عن جد نتعلم شيء خاصه ببلدنا، خاصه بلبنان، طبيعة لبنان. يمكن يخدونا كل فترة على محل نستكشف منطقة سياحية. نحن اليوم عنا كتير مناطق سياحية أنا وأنت اليوم لبنانية ما زينا بحياتنا صحيح. ومش سمعين فيها ومنستغرب منقول شو هالجبل الحلو، شو هالبحر الحلو، شو هالنهر الحلو، نحن مش شايفينه بحياتنا. فقلت إنه إيه نحن اليوم يا ريت بلبنان كنا نستغل هاي الشغلة وكنا نتعلمها وندرسها. فهذه باليابان شغلة كتير حلوة، وبعتقد نحن لبنان أحلى من اليابان. هيدا تعصب. تعصب هيدا. خلينا نروح هلا على كمان شو في عنا أخبار تاني. تاني خبر ريف، تاني خبر بأمريكا
في مرة ختيارة حبت تعمل تاتو على عمر 85 وكتبت بهيدي التاتو معناها أنه حب الحياة وأنه هي ما فقدت الأمل وبعدها لهلأ صبية. نعم. Forever young يعني. حلو. هيدا التاتو هي قالت انه من هي وصغيره كان عبالها تعملها وما اجتها فرصه فحبت تعملها على عمر كثير مؤخر بس انه ما في شيء يعني ما في شيء راح عليها ما ضلت بنفسها عن جد ما ضلت بنفسها. تخيلي ريف انا وانت على عمر 85 رح نعمل تاتو. هلا بتعرفي انا ماني كثير فرندلي بعالم التاتو يعني ما بعرف بعد ما وصلت لمحل هيك انه او بالاحرى ما لقيت التاتو اللي انا عبالي خليها بكل حياتي على جسمي يعني وتكون عن جد هالقد بتعني لي. اذا وصلت لها يمكن اعملها ليتر بس انه هلا حاليا لا. بتعرفي ريف بس كمان ما بيمنع انه الانسان عن جد يعني ما يلتزم بتايم ليمت بحياته انه اليوم بالعكس انا لو كان على بالي شغله لو عمري 100 سنه بدي اعملها سو ات مينز بدي اعملها. حلو روح الشباب تضل عندك صح. يعني 85 يمكن نحن بال 85 ريف نكون ما قادرين نمشي من هون لهونيك. بتعرفي تيما الاجانب عاده بشكل عام واكثر من اللبنانيه بيعرفوا كيف ينبسطوا بحياتهم اكثر يعني بعضهم بيقبلوا انه يمشوا ويسافروا ويظهروا ويروحوا ويستكشفوا. نحن انه انا هلا بدي سافر بيكون عمره 60 او 65 لا يعني يو كان انجوي لايف فيك تسافري على محلات كثير حلوه فيك تبرمي وانا دائما عندي هذا الهاجس انه لا انا بدي ضلني لاخر لحظه من حياتي عم جرب انبسط بكل شيء حوالي. شو عندنا اخبار كمان؟ ثالث خبر ريف هذا يمكن في لينك للخبر اللي انت بعثتي لي من كم يوم. بتعرفي الشيف نصرت بتركيا هلا كثير اخذ ضجه وخاصه من بعد ما صار يقدم بلال الستيك اللي مغطس بالذهب. طبعا قيمة الدنيا عليه وعم يحكوا كثير انه في ناس مش لاقيه تاكل في ناس مشتهيه اللحمه شو هالتعجرف اذا بدك انه انت كثير عم تقلل من قيمه الناس بدل ما انت تروح مثلا بهيدي البلا اللي عم تقدمه تروح بحقه تساعد ناس تاكل لحمه عاديه انت جاي اليوم عم تتباهى وتتظاهر على السوشيال ميديا انه انت عم تقدم اطباق لحمه من الذهب. وانت كمان بعثتي لي خبر ريف انا قريته الكمام اللي بس بدي اعلق تعليق كثير صغير هون هيدا المطعم تحديدا هلا قلت لي فتح فرع له بلندن. بتعرفي برا في ناس كثير ناس بلوجرز بيروحوا بيعملوا تيستينج بالمطاعم وبيكتبوا انتقادات هذه الانتقادات بتكون كثير هيك قاسيه ومخيفه يعني اليوم واحد من هدول البلوجر اذا اجى وانتقدك اعتبري بعد شهرين سكر لك المطعم ما بقى حدا يجي لعندك. وعمل له ارتيكل بهدله فيه تيقول له انه اليوم اسعارك لا تقارن بطبيعه اللحمه اللي نحن بناكلها وقارنا بمطاعم كثير رخيصه بلندن فيك تحصل فيها على قطع ستيك ب 20 باوند وب 25 باوند وهي نكهتها وطعمتها كثير اطيب. بس انا بدي اقول شغله هون تيما هو تيشدك عم بحط لك هذا الستيك بمغطس خلينا نقول بورق الذهب بس كمان اوقات بدك تشوف الناس قديش بتتاخذ بهذا الاشياء يعني الورق هدول منهم فيتامين دي منهم بروتيين هدول بس انه شوفوني كمان الناس بدها توصل لهذا الوعي انه هذا النوع اليوم هذا الشيء مرق يمكن بيمرق بعالمنا العربي عشان نحن بنحب البابازيات بس مثلا باوروبا بلندن هذا المطعم عم يلقى انتقادات قاسيه جدا جدا جدا. شو هي الخبريه اللي بدنا نكمل فيها؟ الخبريه اللي بنكمل فيها اللي انت بعثت لي يا ريف الكمامه اللي انعملت لي اخذ ضجه كثير بالعالم اخذ ضجه كثير كبير. اول شيء ميرسي عم بشتغل معك بالاعداد ميرسي ريف تبعتي يعني الخبر من هون وهونيك اعداد ريف عالي تفضلي الكمامه اللي بعثت لي صورتها هلا انا نسيت ابعت صورتها لميري لا مش هيدي الصوره اللي وصل حقها ما بعرف قد ايه مرصعه من الماس كمان اليوم ريف مليون ونص دولار مليون ونص دولار لانه اليوم عم نحكي بمبالغ عن جد كثير كبيره. وبتعرفي ريف نحن هلا بعصر السوشيال ميديا كل شيء بينتشر كثير بسرعه وعن جد في عالم كثير بتطلع بتقول انه ليه هيدا الشيء اول كريف هالقد عم بيظهر وهالقد عم ينحكى فيه مثل هيدا الشيف مثل هيدا الكمان اللي عم تحكي فيها كمان قريتها بكذا موقع انه كثير العالم عم تبين القصص اللي عن جد نحن هلا في ناس كثير مشتهيه تاكل وتلبس وبعدين تيما غير فكره انه انا ما بدي ضلني اقول عمم انه لانه نحن بلبنان عنا ازمه العالم كلها لازم تيجي تبكي معنا وتبطل تاكل وتشرب لا مش هو هيك الوضع بس هو الفكره بس انه اوقات وقتها تفه الاشياء وقتها مثل عم تحكي هلا انه اليوم انا شو يعني اجيب ماسك وحط كل عليها حتى رصعها بالالماس يعني يا ريت كان عنا صوره تنشوفها ماسك هيك كل عليها بلاك دايموند مع الواي دايموندز هيك محطوطين عليها
بس انه الفكره اصلا مين يعني ليه الحاجه تنلبس كمامه حتى لو كان في كورونا وحتى لو كان في ازمه؟ يمكن كان فيني استثمرهم لو قلتي لي اليوم ملكه جمال الكون عم نعمل لها تاج مرصع بالالماس، انا كثير بفهمها. لو قلتي لي اليوم نعمل قطعه مجوهرات ثمينه جدا، يمكن مش انا بدي اخذها، بدها تاخذها اي ملكه، اي اميره، اي شخص ثاني تسمح له امكانياته تينبسط ويشوف قطعه ببيته. بس وقتها هيك تفه الاشياء تنصير نعمل من مشي تنخترع اشياء بس هيك تاخذ ضجه على السوشيال ميديا وناس تتداولها بشكل كثير كبير، واقدر دي احنا عم نحكي فيها هلا كمان. نحكي فيها مضبوط. نعم. ريف هلا رح نشوف هيدا الصوره اللي قطعت. هيدا مطعم بيوظف كل الناس الكتير كبار بالسن، يعني اللي فوق السبعين اللي هن أصلاً عندهم مرض الخرف، يعني اللي ببطلوا كتير يركزوا وينسوا كتير. فهيدا المطعم حب إنه يوظف هول الناس ليفرج العالم إنه هن كمان فيهم يشتغلوا مثلنا، فينا نساعدهم، فينا نوقف حدهم. مش يعني إنه كبروا بالعمر بيقعدوا بالبيت وما فيهم يشتغلوا ولا يروحوا ويجوا. هلأ هو صح بيتعذبوا شوي بالطلبات كل الناس اللي بتروح بتطلب بهيدا المطعم، لأنه بتعرف شوي يمكن بدي اقول هذه الكلمه بطيئين الاستوعاب او انه بينسوا كثير او مش كثير هن بعد بيركزوا بهذا العمر. ولكن اللي لفت بالموضوع يمكن هي دائما يعني اليوم الكبار السن طبعا يعني بفعل العمر بتكون يمكن مش قله استيعاب قد ما هي يمكن بصير حركتهم شوي ابطا، وعاده يمكن اذا كانوا خلينا نقول ناس هيك جوناس او اصغر شاب المطعم يمكن ما كثير يكون لهم صبر. بس انه بس بالعكس هي المبادره يعني كثير انسانيه وكثير حلوه. كثير حلوه ريف عن جد، خاصه انه نحن اليوم مثلا بنشوف حدا كبير بالعمر نقول حرام مثلا هيدا حاطينه بمأوى او بدار عجز. لا بالعكس هي المبادره هي اللي كثير احلى، وانا اعطيه فرصه لانه على فكره بتعرفي انه هذا الشخص اللي عم نقول عنه يمكن شوي ابطا من غيره، بترجع هيك بتنشطه بتخليه مع شوي ينخرط اكثر بهذا ويمشي بالفلو اكثر. انت ما كان بعد عندك كثير صور لليوم؟ كان بعد عندي هلا خبر مهضوم، ما رح نحط الفيديو بعتقد ما بقى عنا وقت، بس اخر خبر مهضوم بيقول بتقول هيدا الصوره اللي رح نشوفها هلا انه اذا انت بتعتقد انه حظك سيء بالحياه تذكر انه هيدا السجين البرازيلي قضى 5 سنين عم يحفر هذا النفق ليهرب، باخر شيء لقى حاله بمدير بمكتب مدير السجن. لا مبلا مبلا عن جد عن جد. لأي حدا بفيق اليوم الصبح معكر مزاجه وبيقول الحياة مش حلوة والحياة بشعة وحظي بشعة وحظي قليل، يتذكر أن هذا المعطر 5 سنين نبيل عمير لأشوف حياتي وحريتي، آخر شيء 5 سنين طلع بي هيدا مش سوء الحظ، هيدا ما في حظ بالمرة. فنحن لازم نقول دايما شو الحمد لله. تيما مرسي كثير على الأخبار المهضومين اليوم، وأكيد ملتقانا الخميس الجاي. ألف صحتين ألف صحتين معالي الوزير. عمره ما يتاكل عمره ما ينشرى، ولو متنا من الجوع ولو هالعمر اهترى. عمره ما يتاكل عمره ما ينشرى، ولو متنا من الجوع ولو هالعمر اهترى. سرقوا فحرونا اللقمة جوعونا، العيش قرفونا صرنا مسخرة. صباح الخير. يسعد صباح الممثل والفنان سعد حمدان، اهلا وسهلا فيك بصباح اليوم. اهلا وسهلا. اول شيء انا كثير سعيده بحضورك، مبروك العمل الجديد. شكرا. كثير اخذ ضجه لانه كثير واقعي، كثير بيشبهنا، كثير بيشبه الاربع مليون لبنان اللي عم بيعانوا كل يوم من الغلا ومن كل هيدي الازمات. اليوم بدي بلش هيك معك شوي عن هذا العمل، هذا مش اول عمل بهيدا الاطار، بال 2020 كان في عمل كان اسمه كل ما جينا نعمل شيء بيصير بهالبلد شيء. بيصير بهالبلد ساعة شيء، ساعة بتتسكر طرقات، ساعة بتولع بالساحات، ساعة بنسمع بيانات والقصة بعدها ماشي. كمان كلمات استاذ جون سمراني والحاني، وهيدي الاغنية كلمات جون سمراني والحانه واخراج سام سعد. وشكرا لكل الزملاء يلي شاركوني بالكليب يلي ساهموا بهذا الكليب، والشكر الكبير للتلفزيون، مش لانه انا هون يعني، للتلفزيون الجديد، لانه مع الشعب ومع صوت الشعب بعرض معاناة الشعب بوقت هيدي الاغنيه اللي عاملينها
في تلفزيونات طلبوا مقابل لها، فالتلفزيون وشكرا لإدارة الجديد على عرضهم الكليب. بالعكس سيد سعد، اليوم هيك سؤال، وقت أنت قررت تعمل هذه الأغنية، هل صحيح أنك كنت هيك عم جرب أقرأ شوي بالليل أنه عن جد بديت الفكرة من تجربة شخصية لألك أنت بالسوبر ماركت؟ ومن هون بدي أرجع أحكي اليوم عن الفنان. اليوم بالنسبة لألون اللي بالنسبة للعالم، يمكن الفنان بدله أريح من غيره، وضعه مش حاسس بهيدي الأزمة مثل غيره. اليوم عن جد لا، نحن من الناس ومثل الناس ومنعيش نفس مشاكل وهواجس الناس. خبرني بس أول شيء كيف وصلت لهذا العمل ولهذه الأغنية، وكيف اليوم أنت كفنان عن جد عايش بهذا الظرف اللي نحن فيه؟ شوف، في سؤالك كتير مهم وبمحله، هي من تجربة شخصية ومن تجربة الناس ومعاناة الناس. كل الناس بهيدي، أول شيء عفوا لأنه بعرف أنه أنت مريض، سلامة قلبك، الله يسلمك. أخذت الحامض مع العسل مع هيدي وصفة، بحط حامض وعسل. إيه، فالناس ومعاناة الناس يلي عم تحسه، أنا وغيري، أنا من هالناس بالنهاية. نعم. يعني كل شيء منهار بالبلد، القطاع الصحي، القطاع المصرفي، الناس ضايعة، تحديدا يعني متروكة لمصير الناس. في ناس عم تفل وعم تهاجر، يعني أبسط الأمور نقدر نأمن لها نوقف حدها هي الكهرباء. صحيا، سوري ما راح نقلبها دراما، بس انا عم بوصف الواقع اللي كثير ناس بتعرفه، يلي انا كبنقابه الممثلين عم بيواجهنا كثير امور، وخاصه كزملاء لنا ممثلين. في مستشفيات لا عم بترد على الضمان ولا عم بترد على شركات التامين، وبيجي المواطن اللي عنده بتطلع فيه هيك بتقول له موت بدك تدفع لي مصاري، عمرك لا ترجع، هم بس المصاري. نعم. موت عمرك لا ترجع، بدهم مصاري. تأمين ما في، إذا في بعض الشركات بعضهم عم بيردوا عليهم، يعني لو ما في شوي وزارة الصحة عم توقف حدنا، وخاصة بحب وجه شكر هون للدكتور جوزيف الحلو. نعم. يلي هو مدير عناية طبية بوزارة الصحة، يلي عم يوقف حدنا كفنانين، لأنه بمحلات معينة كان سند لإلنا. بس ولكن أنا أتمنى على المسؤولين يلي وتحديدا اللي لهم علاقة بالكهرباء، إنه هذه الناس اللي عم بتفل أبسط شيء أملوا لهم الكهرباء، متروكين لمصيرهم. وزير الاقتصاد بينزل بيعمل زيارة وما بيقدر يلزم، ما بعرف إذا عم يقدر، في أصحاب مولدات عم بترفض تركب عدادات. صحيح. كرمال إنه بس بدهم هن ياخذوا مصاري زيادة من حرام. يعني هذا بخي خليه بأرضه، ساعده، الزوم صاحب المولد يركب عداد، ليش بدك تربح زيادة؟ وفي حلول، الحلول. نعم. موجودة، مش انه ما موجودة. صحيح. أستاذ سعد، هذا الشيء يعني هيك بياخذنا على سؤال ثاني. اليوم حضرتك كفنان اكيد كانت عم تعاني صعوبات مثلك مثل غيرتك، قد ايه بتزعل اليوم انه 30 سنة، انت اكثر من 30 سنة بهذا المجال الفني، اليوم صارت اكثر هواجسك منا فنية، حياتية اكثر؟ صح. وبدي اضيف عليها هيك السؤال، بدي ارجع له، اليوم بهذه المرحلة انت كفنان، يعني هل في اعمال فنيه، هل في انتاجات، هل في دراما، هل في تمثيل، هل في مشاريع في لبنان؟ هل لبنان هو خيار ولا لا؟ البلاد العربيه والسفر صارت هي الخيار المتاح اكثر؟ لا، هلا بكل دول العالم بيصير في سفر لبلد ثاني لواحد. نعم. يشوف رزقته، هيدي موجوده بكل دول العالم. نعم. القطاع الفني كان عنا بتقدم مستمر من 10-11 سنة 12 سنة وطلوع. الدراما اللبنانية عم تتحسن. صحيح. في شركات كبيرة عم تساهم بمستوى درامي مميز. عندنا مجموعة فنانين كتير مهمين وجيدين، ولكن صاروا عم بيعانوا مثل أي مواطن عادي. يعني نحن منروح على التصوير بنصير نفكر قديه تانكت البنزين، هلا كيف بدنا نروح، كيف بدنا نرجع، كيف السوبر ماركت، قديش بتجي فاتورة الكهرباء. متروكين لمصيرنا، وخاصة لأصحاب المولدات. وفي دول اجت عرضت علينا مساعدات، يعني لحتى نسهل على المواطن، نبني لكم محطات كهرباء. فخوفة من حدا ما عم بيقبلوا ياخذوا مساعدة من حدا. فنحن كفنانين فعلا عم نحس بهيدا الوجع. بنصير نفكر نحن عم نصور بالمشهد انه ما عاد فينا
يعني الابداع بيركز على الابداع 100%. مثل واحد عم يحفظ نص بعده مش حافظ، عم بفكر بالكلمه قبل ما يفكر بالاداء. هلا صرنا عم نفكر بالوضع بعدين عم نفكر بالاداء. طيب اليوم هيك لانه يعني انا دائما بقول هالخميس ما بحب لانه نحن في ازمه ما فينا نطلع منها، بس لنغير جو للناس، شو بدك هيك تسمعني عشان بدي اسمع شغلتين منك لما نختم هيدا الحلقه، شو بدك تسمعني هيك شيء سريع هيك نبلشهم هيك نهارهم للناس بنوع هيك من الهدوء والسكينه ينسوا فيها وجعهم؟ رح جرب اقول شيء، وبعرف انه انت مريض وتعبان يعني لحتى ما ان شاء الله يقدر صوتي يساعدني. يا هناه اللي كان مثلي ما يهمه من ومن، يا هناه اللي كان مثلي ما يهمه من ومن، أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وأدري لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن، لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن، أنا حلمي كلمة واحدة إني ظل عندي وطن، لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن، لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. حلو. وجهها للناس اللي عم بفكروا بس بالانتخابات ما عم بفكروا ببلدهم. صحيح. طب هيك سؤال كتير سريع قبل ما ارجع اسمع هيك، لانه كنت باول الحلقه قلت انا يمكن بعده الشيء الوحيد الحلو عنا هو فيروز اللي بفرجي بس صورتنا الحلوه، وبدي هيك اختم الحلقه بمقطع كتير صغير لها، ولكن سؤال سريع يعني هيك مشاريعك الفنيه بالمرحله المقبله، هل في مشاريع عم تشتغل عليها؟ بعرف كنت عم تحكي انه اليوم صعب كتير واحد يركز الفنان تحديدا، ما فيك تشغل له باله وتقول له اعطيني ماده هيك تبهر فيها الناس؟ حاليا عم نحضر لتصوير مسلسل اسمه المعجزة، هو باناراب من انتاج شركة سانا برودكشن، ومفروض خلال شهر وشوي يبلش التحضير. الكاست بلش، كانت شوي الظروف الاقتصادية اللي مرق فيها البلد مأخرون. عم شارك حاليا من اخراج المخرج مصطفى سليم بعمل هيك قريب لبقع الضوء، لوحات فنيه انتقاديه. حاليا عم حضر كمان اغنيه ثالثه، بس هالمره يمكن ما راح تكون انتقاديه، راح تكون بموضوع ثاني لشوف العنوان شو هو. نعم. عم صور شيء بتركيا. الحمد لله يعني الأعمال الفنية مش مثل ما أنا بدي، ولكن منوصل لمحل بدنا نحافظ على الليفل اللي وصلنا له مشان ما ننزل تحته، لأنه الناس تعودت علينا بصورة وبجودة وبأعمال مميزة، فلازم نضل بهيدي الصورة. وهيدي أحيانا بتقعدوا للفنان فترة بالبيت لأنه سهل الواحد يوصل، بس قديش بيقدر يحافظ على النقطة اللي وصلنا من هون. يعني كل الشركات اللي عم تشتغل دراما عم تشتغل بشكل حلو، ولكن أعمال الكوميدية ما في،
والناس صحيح. اللي بيشوفونا بالطريق يا خي بدنا نخلص من الهم من الهم اذا صحيح. في عندكم شيء هيك بيسلي بيفرفح قولوا انا والله ما ذنبي يعني هن نعم. الكتاب مش عم يكتبوا. استاذ سعد انا يعني اول شيء بدي اتشكرك على هذه المقابله اليوم، كان على بالي نختمها بمقطع صغير لفيروز ولكن الازمات بالشارع مثل ما بيقولوا يعني ما عم ترحمنا، اليوم في كذا تحرك بكذا محل ومضطرين نحن نروح عليه هون منروح. اكيد حيكون لنا لقاء اخر نحن وياك. مشاهدينا بدي اشكركم على متابعتكم لفقره صباح اليوم، فاصل صغير وبنرجع لموجز الاخبار مع زميلي لارا مونيف.